رغم مرور 9 سنوات على اعتزاله، لا زال أحمد حسام ميدو هدفا للأضواء كواحد من العلامات البارزة في تاريخ كرة القدم المصرية، كلاعب ثم مدرب واعد وأخيرا إعلامي مثير للجدل. ميدو الذي يكمل عامه 39 الشهر المقبل بدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف ناشئ الزمالك، ثم صعد للفريق الأول عام 1999 وساهم في فوز الفريق ببطولة إفريقيا أبطال الكؤوس في العام التالي. طموحه وعقليته التي تسبق سنه قادته لخوض تجربته الاحترافية الأولى في عمر 17 مع جنت البلجيكي بداية الألفية، ثم خاض مسيرة ولا أروع مع 9 أندية أخرى، 8 منها بالدوريات الأربعة الكبرى في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، والتي دافع فيها عن ألوان الخماسي توتنهام وميدلسبرا وويغان وويستهام وبيرنسلي، ونجح في تسجيل 28 هدفا خلال 116 مباراة. خلال مسيرته في أوروبا سجل الهداف الكبير في شباك أندية عملاقة مثل ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا مع مارسيليا، وفي ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي في الدوري وكأس الاتحاد، كما زامل عددا من النجوم العالميين كالإيفواري ديديه دروغبا في مارسيليا والهولندي إدغار ديفيدز في توتنهام وفرانشيسكو توتي في روما، وفي آياكس الهولندي رافائيل فاندرفارد والنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يكبره بعام ونصف، لكنه لا زال يلعب في صفوف ميلان الإيطالية حتى الآن، كما تدرب تحت قيادة مدربين كبار أبرزهم رونالدو كومان في آياكس وسباليتي في روما والمدير الفني الحالي لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثغيت في ميدلسبرا. It's still Jermaine Defoe, and Mido has got his second. محليا عاد ميدو للزمالك مرتين قبل استئناف مشواره الاحترافي، ثم ظهر للمرة الرابعة في القلعة البيضاء كمدير فني بعد اعتزاله، وساهم في تتويج الفريق بكأس مصر 2014 على حساب سموحة كأصغر مدرب يحقق هذا الإنجاز. مع الإسماعيلي ثم الزمالك للمرة الثانية ووادي دجلة والمقاصة في مصر والوحدة السعودية، واصل النجم الكبير مسيرته التدريبية كما عمل في مجال التحليل الرياضي قبل أن يتجه للعمل الإعلامي في الفترة الأخيرة. عن مشواره الحافل كلاعب ومسيرته المتميزة كمدير فني، لماذا توقف عن التدريب؟ وكيف يرى منتخب مصر مع كيروش وفرصه في تجاوز البداية المتواضعة أمام نيجيريا بالفوز على غينيا بيساو السبت المقبل؟ عن كل هذا وأكثر يدور حوار ميدو مع شوبير في ملعب أون تايم. أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين أعزائي المستمعين. قصة بحكيها كتير بس أحب أحكيها تاني دلوقتي قدام حضراتكم. كنت مرة في لندن وأنا أنا من الناس اللي بيحبوا يتحركوا في الشارع طول، هنا في مصر يعني أركب تاكسي أركب مش عارف إيه طبيعتي كده، ففي لندن مش هركب غير تاكسي يعني تريك تاكس. وقفت كان معايا واحد كده وحش يعني هم الإنجليز على فكرة في ناس دمهم خفيف يعني. طب منين؟ فقلت له من مصر يعني. قال له اوه ايجيبت ميدو. فقلت له انا ما فهمتش بصراحه يعني ميدو. فقلت له طب بالراحه يعني ايه؟ فقلت له طب فهمني يعني. قال لي ميدو از بيست بلاير ان انجلاند، احسن لعيب في انجلترا توتنهام. هو قال لي هو هنا ما معناه الايقونه بتاعنا. واحد بقى ايه يحكي. قلت له طب انت بقى في الاخر يعني تشجع مين؟ قال لي هو ده سؤال. بشجع ميدو. ما قالش بشجع توتنهام، قال بشجع ميدو. قعد يحكي على ميدو وعلى قصة ميدو وعلى انه ازاي عامل فرق وانه الناس كلها بتحبه هناك. وبعدين كل ما تمشى في الشارع هناك لقيته عامل حالة كبيرة جدا 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 الحقيقة،
من النجومية ومن التألق ومن التوهج بشكل غير عادي. وده ما كانش مشوار التألق الوحيد، لأنه كمان مع أياكس كان عامل شغل كويس قوي هو صغير، ومع كتير جدا من مع مارسيليا، مع روما، مع عدد كبير جدا من الأندية. يمكن هو لعب في الدوري الأسباني، ولعب في الدوري الإيطالي، لعب في الدوري الفرنسي، ولعب في الدوري الإنجليزي، لعب في الدوري البلجيكي، لعب في دوريات أوروبية كثيرة جدا. وأنا بفتكر قصة تانية، معلش أطول معاكم شوية، كابتن جاري عليه رحمة الله، كنت أنا طبعا بطلت يعني، فلقيته مرة كنا طبعا بنتقابل ونتكلم، قال لي بقول لك يتو نعم، قال لي الماتش اللي جاي بقى هنزل لك واد هتتخض. قلت له واد مين؟ قال لي 17 سنة، عارفين نظام التشويق يعني. فقلت له إيه يعني؟ قال لي ميدو. طبعا ميدو كان بيلعب بس كان لسه صغير يعني. اللي لم تخوني الذاكرة كانت مباراة السنغال، فأنا اتخضيت، قلت له يا كابتن جاري بالراحة الماتش على الولد بتاعي اللي هتشوفه. نوم نكسب 1-0، هو اللي يجيب الجون، ومشوار من التألق هو يعني. هذا المشوار انتهى بدري، وكل ما قابله وكل ما اشوفه اقول له انت السبب، كان زمانك لحد النهارده بتلعب زيك زي دروجبا زي ايتو زي زلاتان زي الناس دي كلها، لكن بلا شك علامه كبيره جدا في عالم ملاعب كره القدم، وايضا في التدريب، والان هو زميل عزيز في الاعلام. منورنا ومشرفنا كابتن احمد حسام الشربي. ميدو مساء الفل يا ميدو. مساء الخير يا كابتن شوبير، واشكرك على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته، ودايما بتشرف بظهوري معاك. انا الحقيقه برضو كمان عايز اقول حاجه يا ميدو، في عزك الحقيقه، لما كنت بتنزل اجازه عمري ما طلبتك مره في حلقه وما جيتش، وعمرك ما خدت مقابل، ده شهاده لله يعني. يعني طبعا لان انا عارف دايما ان الظهور مع كابتن شوبير هو اضافه. خليك نمره 2، ان انا بقول ان اللعيب المحترف بالذات اللي بيلعب بره، وبالذات في التوقيت اللي احنا كنا بنلعب فيه، جزء من مهام عمله وواجبه ان هو يظهر في الاعلام المصري دون مقابل. ويعني والموضوع ملوش دعوه بانت هتكسب ايه وانت هتتقاضى كام، ولكن انا بالنسبه لي كانت ان انا خارج من هنا، انا موجود هنا وطلعت من هنا، فواجب عليا ان انا لما اجي اظهر في الميديا المصريه عمري ما اخد جنيه. وطول الكارير بتاعي، طول الكارير بتاعي من اول ما لعبت لغايه ما اعتزلت، عمري ما خدت جنيه من اي قناه مصريه. في ظل ان انا لما كنت بروح مثلا اي قناه سعوديه كانت بتطلب ان هي تعمل معايا اي انترفيو، كنت بتقاضى اموال. الاي ار تي عملت معاه برنامج باموال، في الجزيره قبل ما تبقى بي ان عملت معاه برنامج مقابل مادي كبير، ابو ظبي الرياضيه نفس الكلام. لكن دايما كان عندي فكر ان الاعلام المصري ليه حق عليا ان انا اي وقت ان هم يطلبوني ان انا اظهر، وانا اشوف ان برنامج مناسب ومناسب في التوقيت، لازم ان انا اكون متواجد، وده كان بيحصل حقيقة. ميدو، قبل ما اتكلم على البطوله الافريقيه وعلى منتخبنا وعلى كروش وعلى حاجات كتيره جدا، لازم اعمل معاك فلاش باك مهم جدا. من ساعه البدايه، من ساعه الولد الصغير اللي راح نادي الزمالك اعتقد في ايدين الله يرحمه الوالد، ثم القرار الرهيب، عيل صغير بيقرر من صغره كده يتحرك على بلجيكا، ثم شويه مشاوير كتيره جدا جدا، ضربه البدايه، خطوه البدايه. يعني كان دايما حلمي يا كابتن شوبير، رغم حبي الكبير للزمالك من وانا طفل صغير، انا دخلت نادي الزمالك وانا تحت 9 سنوات، ووالدي طبعا كان لعيب في نادي الزمالك، لكن بسبب ظروف النكسه والوقت اللي الكره وقفت فيه في وقت من الاوقات، انتقل بعد كده للبلاستيك، ولعب 3 أو 4 سنين في البلاستيك مع يعني كابتن محمد امام وكابتن حموكشه وحميد الرئيس وكابتن حميد الرئيس ومحمد طني، اسماء كبيره. وانتقل وبعد كده اعتزل، ف خدني نادي الزمالك. وكان دايما ابويا الله يرحمه كان عنده فيجن مختلف. كان دايما حتى وانا عيل صغير، لو حضرتك تفتكر كانوا زمان بيجيبوا الاجوان بتاعه البريمير ليج والكلام ده على القناه الثالثه، كان بيزعق كابتن، كان بيعلق عليها كابتن محمد لطيف امام، وكانت احمد امام وكانت محمد لطيف في وقت من الاوقات، بعد كده كان كابتن احمد امام، وانا كنت الاسبير بتاعه لما كان يغيب، فبيقول تعالى كابتن حماده مش جاي النهارده، فتعالى انت علق، فهو جاي رايح جاري، كل واحد بقى فرحان جدا يعني. نعم. كان زمان كان كابتن لو تفتكر كابتن محمد لطيف الله يرحمه، هو انت لاي عيل صغير عنده 3 سنين لو مشي في الشارع بيطلع دخان من بقه في البرد. كابتن محمد لطيف الله يرحمه كان يقول لك شايفين اللعيبه مولعه بتطلع دخان من بقها، شايفين الاحتراف. ايوه الله يرحمه. كان جميل. وابويا كان طول عمره واحنا بنتفرج على الحاجات دي يعني، واحنا صغيرين كان يقول لي بص، اللي ما لعبش كوره مع الناس دي ما لعبش كوره. دايما خلي هدفك ان انت تلعب مع الناس دي. فدي كانت عنده جوه مخه وفضلت معلقه جواه.
وبالتالي رغم ان انا كنت لعبت في الدرجه الاولى في نادي الزمالك، لعبت اربع او خمس مباريات وانا عندي 16 سنه. انا علقت لك على اول مباراه كانت اظن الشرقيه، يعني انا علقتك على مباراه الشرقيه، انت سجلت هدفين الشرقيه والالومنيوم. انا فاكر انت جبت جون في الشرقيه، انا كنت بعلق ساعتها وحتى سالت، كنت 16 سنه تقريبا. فانا قعدت اتكلم وقعدت احكي، انا ما اعرفش كنت في التلفزيون او في قناه النيل برضو، بس كنت مبهور، كنت كنت فرحان بجد يعني ساعتها يعني. بس هو كان عندنا كان عندنا مشروع انا ووالدي انا وابويا ان احنا عايزين نسافر ونلعب بره. المشروع ده من زمان، من بدري، من قبل ما اسافر كده بسنتين. لازم يعني نقدر نقول من سن 15 14 سنه. رغم ان كابتن كان ايامها مفيش حد بيسافر، صعب كانش بقى فيه. فيعني لما جت الفرصه ان انا اسافر على طول ما فكرتش، يعني سافرت وخدت التجربه، ما كانتش سهله على فكره، لان في الاول وانت مسافر. سافرت وانت مع والدك ولا لوحدك؟ لا لوحدي في الاول. لوحدي سافرت لوحدي. كنت كام سنه بالظبط؟ 16 سنه ونص. لوحدك؟ لوحدي. لوحدي، مفيش حد خالص. الوكيل اللعيبه كريستوفر روتي استناني في مطار باريس. وللناس ما تعرفوش ان انا اول ما سافرت على باريس سان جيرمان، ما سافرتش على جنت. سافرت يعني، انا كنت رايح ترايلز باريس سان جيرمان فعلا. ورحت قعدت معاهم 10 ايام في السنتر فورماسيون، في المكان بتاع الاقامه واللعب وبتاع، ولعبت معاهم ماتشين وديين وجبت جونين مع الفريق الرديف. الفريق اللي هو الثاني فريق بعد الفريق الاول. وبعدين طلبوا مني، قالوا لي احنا عايزين نعمل لك عقد، لكن ما ينفعش ان انت تسكن في شقه لوحدك. او يعني ما ينفعش ان انت تسكن في شقه لوحدك الا ما تتم 18 سنه، فهتقعد في السنتر فورماسيون ده اللي هو مكان الاكاديميه. ده بيبقى كل ثلاثة في اوضه. ونظام بقى كابتن ايه، عنابر ونظام ميز بتعدي على البتاع. هو طبعا نظام يعني جيد جدا للولاد الصغار. لكن انا كنت اوريدي دقت حلاوه لعب الفريق الاول مع الزمالك. فقلت للراجل انا يعني صعب ان انا اقعد في معسكر، ولازم بقى ترجع للساعه 8 بالليل تسلم نفسك. مزبوط. شغل يعني. هم عندهم القصه دي يعني، قصه يعني ستيل موجوده في اوروبا لحد موجوده كل حاجه. ان مصطفى راح من سنتين كده اسبانيا كانت نفس القصه. وكانوا مبسوطين جدا جدا جدا، بس هو برضو اتخنق، فقال لي ما اقدرش الساعه 8 والقصه والميز والحدوته. انا فاكر انا كلمته في التليفون لو حضرتك تفتكر. كلمت معاه. يعني كانت الحاله كده، فقلت له بص انا مش هقدر ان انا اعمل القصه دي. فقال لي طب تعالى ايه رايك نجرب في جنت. في انا اعرف رئيس النادي فروحت يعني واشتغلت وعملت لعبت ماتش ودي، اتمرنت معاهم ولعبت معاهم ماتش ودي، ووقعت على طول العقد على طول في ساعتها على طول، وانا واقف بعد الماتش على طول. بعد اول مباراه. لا بصيت بقى للفلوس ولا لمقابل ولا لاي حاجه. كابتن انا ما مضيت في جنت يعتبر مضيت ببلاش. كنت بروح، قعدت اول 6 شهور بروح النادي كل يوم بالترام بالمترو. بروح، ما كانش فيه عربيه. جابوا لك سكن؟ طبعا جابوا لي سكن. الاول كنت قاعد في موتيل صغير كده، وبعد كده جابوا لي شقه. وكنت بروح كل النادي كل يوم، عارف ان المترو بيعدي في الوقت الفلاني، بروح واخلص تمرين. بس كان عندك لغه؟ بتكلم انجليزي. من بدري بتكلم انجليزي كويس. بس خلي بالك انا مدارس حكومه. يعني لحسن الناس تفتكر ان انا حكومة. مدارس انا مدارس حكومه. يعني طول حياتي مدارس حكومه. لكن بحب الانجليزي يعني. علمت نفسك؟ علمت نفسي يعني يعني. وطبعا لما انت عارف اللغه ممارسه. بعد طبعًا. ما بتسافر وكده، وانا عندي حته الحمد لله ان انا ايه ما بتكسفش ان انا اغلط. يعني احسن حاجه. يعني انا افتكر مره حتى وانا بلعب في مارسيليا طلعت على الهواء، وانا فاكر كويس جدا كان بلاتيني في الاستوديو. وكان كانال بلوس. كان ماتش في الشامبيونز ليج، وكنت لسه ساعتها بحاول اتعلم فرنساوي. بعد ما وصلت في مارسيليا مثلا بشهرين مثلا. فطلعت فالمذيع فالمقدم قال لي انا هجيب لك يعني مترجم تترجم. قلت له لا انا هتكلم فرنساوي. فالراجل قال لي انت متاكد؟ فقلت له متاكد. فطلعت فطبعا اتكلمت فرنساوي وحش. بس بحاول يعني. المعلومه بتوصل في الاخر. فضحكوا عليا في الاستوديو. فبلاتيني قال لهم انتوا المفروض ما تضحكوش عليه، انتوا المفروض لازم تحترموه ان هو بيحاول على الهوا. على الهوا. انتوا المفروض تحترموه ان هو لازم ان ان ان, إن, إن هو بيحاول ان هو يتعلم اللغه بتاعتنا. فموضوع اللغه ده حته ان انت ما بتتكسفش ان انت تغلط، بتساعدك ان انت تتعلم بسرعه. فرقت معاك طبعا. جنت سنه والحمد لله في السنه دي يعني احرزت يعني عدد اهداف كبير في الدوري. وخدت احسن لعيب اجنبي في الدوري البلجيكي. وكنت في منتخب بتاع الدوري البلجيكي. وجالي ساعتها اوفرز بقى من اكتر من نادي. جالي ساوثهامبتون وجالي اندرلخت وجالي لانسلو. من بدري جالك انجلترا؟ جالي كله جالي. ساوثهامبتون جالي. بس كانوا عايزين ان كان عارف حضرتك كان لازم ان انت تكون بقالك سنتين لعبت في المنتخب الاول. مظبوط. فكانوا عايزين ان هم يودوني اعاره لاندرلخت وقعد السنه دي في اندرلخت لغايه ما كمل عدد السنتين في اللعبه المنتخب الاول. كان بقى لي سنه بقى بلعب مع المنتخب بس. وبعد كده في وسط المفاوضات وعلى فكره مضيت على العقود اوريدي يعني. خلاص يعني مضيت وخلاص هتحرك مع ساوثهامبتون واندرلخت.
خلاص الاعاره ان احنا هنعمل اعاره, بس كانت كان لسه الاجراءات ما خلصتش. حاجات ما خلصتش. مره واحده لقيت الراجل روجير روتيبي بيكلمني اللي هو الايجنت بتاعي, قال لي ميدو اياكس عايزينك. فطبعا لما سمعت كلمه اياكس, اياكس مصنع النجوم يعني على طول. طبعا لا, وهو الهويه بتاعت اياكس ان هم بياخدوا اي لعيب صغير بيعلموه كويس جدا وبيلمعوه كويس جدا, وبعد سنتين ثلاثه بيطير. فجت الخطوه بتاعت اياكس. كان على فكره اللي جه قابلني في اللي جه قابلني في, في في بروكسل, وهو كان السبورتنج دايركتور بتاع اياكس لو حضرتك تفتكر, ليو بن هاكر اللي هو مدرب منتخب هولندا. طبعا كان وهو اب روحي ليا يعني, فضل مساندني ومدعمني بشكل كبير جدا في اياكس. كان هو الفوتبول, كان هو الفوتبول دايركتور. كان بقى بطل تدريب, هو بقى بعد هولندا مسك المكسيك والسعوديه ومنتخب السعوديه, مسك يعني انديه وبسك ريال مدريد. وبعد كده اعتزل التدريب ومسك السبورتنج دايركتور وعمل المشروع. كان ساعتها اياكس بقاله 4 سنين ما بياخدش الدوري, وده بالنسبه لاياكس زي الاهلي مثلا في مصر. او الزمالك. ماشي. مش هتكلم بني شعبه, خليها من عندك كده. لا زي الاهلي. لان الاهلي طبعا يعني بيفوز بعدد سنوات متتاليه اكتر, فكان مثلا الاهلي بقاله 4-5 سنين ما خدش دوري. فمصيبه, مش حاجه عاديه. فعمل بقى تعاقد معايا ومع ابره ومع ترابلسي ومع ماكسويل. كان حاتم ترابلسي ساعتها. حاتم ترابلسي ومع كيفو ومع وكان في بقى طالع لعيبه من تحت يعني. هم دايما طالع لعيبه من تحت. كان طالع فاندرفارت وستيفن بينار ودي يونج وستاكلنبرغ الجون وكان في لعيبه كتيره جدا مميزه. عمل تيم جامد. خدنا بقى السنه دي خدنا الدوري والكاس والسوبر. والسنه اللي بعديها اشتغلنا كويس جدا برضو. عمل جيل كويس جدا. بدات بقى الاسم يعلى جدا هنا في اوروبا. دنيا بتنور بشكل غير عادي. فكرت تقعد في اياكس فتره طويله ولا كان عينك على الدوري الانجليزي من بدري؟ وانا غلطت ان انا مشيت من اياكس في توقيت بدري طبعا. يعني غلطت ان انا مشيت من اياكس. هو خلي بالك انت عندك مشكله كابتن احمد, ان اصعب حاجه, وحتى هو دايما كان كرول كان مساعد كومان في اياكس. كان دايما هو يقول كده وكومان كان يقول نفس الكلام. مشكله ميدو الحقيقيه ان هو نجم في بلده. فاهمني؟ فده كان حاطط عليا ضغط كبير جدا يا كابتن احمد, ان انا عارف ان الناس كلها بتستنى ماتش اياكس علشان شوف ميدو. مصر كلها هتتكلم عليه. فلما بقعد ماتش احتياطي باخد الموضوع بيرسونال. باخد الموضوع حتى يعني رغم ان انا كنت بلعب معظم الماتشات. بس مثلا ايه, هما برضو ما كانوش بيتكلموا معايا. يعني ما كانوش بيتكلموا معايا. بس في مهاجمين تانيين جامدين. فهو حتى وانت بتلعب وتجيب جوان مثلا, فانت عندك ماتش يوم الثلاث مثلا مع ناك بريدا مثلا او مثلا اي ماتش, ويوم السبت عندك ماتش تاني, فبيريحك ماتش. انا بقى وانا صغير للاسف يعني كنت غبي جدا. كنت لدرجه عند غير طبيعيه. وكنت حتى لما بقعد احتياطي حتى ماتش واحد بتقوم الدنيا. لا كان يعني بص كان حد قتلي قتيل. وبروح تاني يوم الماتش, تاني يوم التمرين زعلان وبضرب ناس في التمرين. يعني ربي. طبعا. كنت بلوز ماي هيد يعني زي ما دماغك خلاص. ودماغي للاسف كنت يعني عنيد جدا يعني. وهو ده اللي سبب لي مشاكل في حتت كتيره انا لعبت فيها. ان انا كان عندي مشكله كبيره جدا ان انا لما بقعد احتياطي ما بقدرش اتاقلم مع الموقف. جوه مخي كان عندي مشكله كبيره جدا. حتى في توتنهام, كنا ماشيين كويس جدا. وماشي بشكل كويس جدا, وجبت جوال كتير وماشيين. قفلنا الدوري الخامس على الدوري لاول مره في 25 سنه. وبعد كده توتنهام رحت, انا كنت رجعت, كنت اعاره من روما, فرجعت تاني في البري سيزون. فهم اشتروا بيرباتوف. وبيرباتوف كان لعيب جامد جدا. كانوا جايبينه من ليفركوزن ساعتها. كان رقم قياسي ريكورد يعني. اعلى رقم دفعه توتنهام في التاريخ. كان ساعتها 11 مليون استرليني. واللي يعني للشباب الصغير 11 مليون استرليني كان رقم كبير يعني. فرجعت تاني بعد الاعاره. رجعت فبقيت انا وبيرباتوف راس لراس بنلعب. انا ماتش وهو ماتش, انا ماتش وهو ماتش. فلما جيت في باتشات انا مثلا, هو لعيب كويس. طبعا. بس هو لعيب مختلف غيري. يعني هو لعيب هادي وكورته بيقف على الكوره وياخد وقته على الكوره وبتاع, وانا راس حربه. ففي ماتشات كانت محتاجه دي وماتشات محتاجه دي. كنا ماشيين في الماتشات اللي كنت بقعد فيها للاسف كنت بعمل مشاكل برضه. العاده دي فضلت معايا لغايه ما اعتزلت. لغايه لما اعتزلت كان عندي مشكله كبيره جدا جوه مخي. عشان كده انا دايما بقول يا كابتن احمد ان انا كنت اتمنى لو الزمن رجع بيا كنت هعمل حاجه واحده بس. ان انا اجيب طبيب نفسي رياضي يشتغل معايا. طبعا طبعا. الكل اللعيبه الكبار دلوقتي يا كابتن احمد كلهم معاهم سبورت سايكولوجيست برايفت. كله ده لوحده برايفت. محمد صلاح معاه سبورت سايكولوجيست. فعلا طبعا.
اشتغل معاه بيشتغل على 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 عقليته ازاي ان انت تجدد دوافع عندك. خلي بالك الموضوع مش سهل. لا مش سهل. انت ازاي ان انت اكيد حضرتك مريت بالكلام ده وانت طبعا. على فكره اكبر مثل للكفاح لان حضرتك قعدت احتياطي سنوات طويله العمالقه. نعم. صح. لو ما كانش عندك الاراده وعندك ان انا افضل صابر وان انا افضل اشتغل في التمرين كويس حتى ممكن يزهق. نعم. صح. فما بالك بقى ان انت بتلعب بعد كده بتتعور مثلا اصابه طويله ازاي ترجع من الاصابه والاصابه دي بتتكرر بيجي لعيب يلعب عليك حاجات كتيره جدا. لو انت معكش واحد انا بقول ان تدريب المخ زيه زي تدريب العضل. يا سلام. طبعا بل اهم بل اهم ان انت انت مخك يبقى دايما جاهز لاي موقف بيحصل لك ده مهم. طب ليه ما عملش التجربه دي وانت مدير فني؟ حاولت ان انا اجيب سبورت سايكولوجيست معايا ما نجحتش. عندنا مشكلة كبيرة جدا. إدارات الأندية رفض. كابتن أنا. ولا ما لقيتش الشخص. الاثنين. الاثنين. وأنا أقول لحضرتك قصة إيه. إن إحنا عندنا للأسف رؤساء الأندية بيصرفوا فلوس في حاجات كتيرة جدا ملهاش لازمة والحاجات المهمة الحقيقية يبخل فيها. وأنا تخيل إن أنا حضرتك وأنا بدرب الإسماعيلي قعدت أقنع رئيس النادي الإسماعيلي 3 شهور إن أنا أجيب مدرب أحمال. مدرب احمال اللي هو المفروض الطبيعي اساسي حاجه اساسيه. كابتن كل المدربين بتشتغل كابتن بتاع ما كانش لسه انتشر قوي في مصر موضوع كانش لسه احمال. لما بتيجي تطرح حاجه جديده يعني انا مثلا لما وانا كنت ماسك وادي دجل فقلت لماجد بس ماجد نسته ماجد سامي مهندس ماجد سامي نسته ان هو لا وان هو متفتح على الشغل بره لان هو عنده نادي بره وعنده نولج ومتفتح. نعم. فجيت مثلا قلت له ايه ماجد انا شايف ان لازم نشتغل باتنين مدربين حراس مرمى. فقال لي انا لسه شايفك كاتب على تويتر ودي حقيقه ودلوقتي كل الانديه الكبيره بتعمل كده لازم نشتغل باتنين مدربين حراس مرمى. فقال لي ليه؟ قلت له لان كابتن فكري انا عايزه يبقى منتور عايزه يبقى راجل بيعلم مدرب صغير ويكون يشتغل على على الكابتن فكري صالح على الكابتن فكري طبعا راجل قيمه طبعًا كبيره طبعًا وبتشرف ان هو اشتغل معايا يعني ان هو اكتر انا عايزه يشتغل على التاكتكس الفوتورك الحركات روح بيديد لانه خلاص الشغل اتغير بالنسبه للحراس خالص طبعا. وعايز هو شاب صغير جبت عصام محمود بقى مساعد لكابتن فكري وقعدت معاه وهما الاثنين اشتغلوا مع بعض شهور طويله وكانت تجربه ناجحه جدا بالنسبه للاثنين. كابتن فكري استريح الحاجات اللي هو كانت بترهقه في الملعب كان يعملها. فانت لو بتشتغل مع رئيس نادي تخيل بقى لما تطلب الطلب ده مثلا في الزمالك عمر ما حد هيوافق لك. معقوله؟ طبعا لو طلبته في الاهلي على فكره عمر ما حد هيوافق لك رغم ان هو ده الصح. لا. انا جيت احنا اشتغلنا في الاهلي وانا بلعب كان في 2 مدربين لا مش مدرب حراس انا بتكلم على الطبيب النفسي متاسف لا مدرب حراس مرمى بيعملوه دلوقتي في الاشبال يجيب السينيور مثلا زي كان الكابتن اكرامي او كابتن ابراهيم رياض او ده السينيور بس يبقى على سكيل اوسع شويه ان عدد كبير من المدربين في الاشبال يعني. انا عملتها حضرتك لما مسكت رئيس قطاع ناشئين في نادي الزمالك جبت الكابتن عادل مأمور ربنا يديله الصحه وراجل يعني قيمه كبيره جوه نادي الزمالك وجبت كابتن اسامه عبد الكريم وكابتن كان في 4 فرق في قطاع الناشئين انا قصيت الفرق قلت لقيت لما مسكت رئيس قطاع ناشئين في نادي الزمالك لقيت ان عدد ان يبقى في 7-8 فرق في قطاع الناشئين هي فكره فاشله طبعا وبتصرف فلوس وبتهتم بلعيبه عمرهم يلعبوا درجه اولى في نادي الزمالك عمرهم. فضميت الفرق على بعض سيبك من الاكاديميه الاكاديميه دي حاجه الاكاديميه دي حاجه لوحد لا مش اكاديميه بفلوس الاكاديميه اللي هي البراعم قصدي يعني البراعم لكن من اول سن عملت فرقه سن 15 سنه و17 سنه و18 سنه و20 سنه وضميت الفرق على بعض المميزين من هنا ومميزين من هنا وخليت كابتن اسامه عبد الكريم يمسك فرقتين يبقى مشرف عام وكابتن عادل المأمور يبقى مشرف عام على مدربين حراس المرمى كل مدرب حراس مرمى موجود حلو. اللي بيحط له الشغل والمنتور بتاعه كابتن عادل وكابتن اسامه جميل ونكحت بشكل كبير جدا زي ما حضرتك بتقول دلوقتي بتعمل في الناشئين بشكل بشكل كويس. طيب خليني ارجع برضو المشوار الاحتراف تعميده محطات كتيرة جدا يعني مثلا عندنا في انجلترا عندنا توتنهام عندنا ميدلسبرا عندنا ويجن ويستهام عندنا ويستهام بالتأكيد التجربة الافضل تفضل توتنهام. توتنهام طبعا. التجربة الاسوأ التجربة الاسوأ ويستهام. ويستهام كنت معرفش كان يعني اضعت عدد من الفرص كتيره جدا ضيعت ضربه جزاء انا فاكر ايفرتون في ايفرتون فريق كان بيعاني كان بيصارع على الهبوط كان مدربنا زولا فرانكو زولا كان اول مدرب وستيف كلارك كان المساعد بتاعه اللي هو دلوقتي مدرب منتخب اسكتلندا كان عندنا لعيبه كبار كلهم لعيبه كويسين جدا كان وفرقه كبيره لكن للاسف كان حظنا سيء جدا وانا كان حظي سيء جدا في وستهام. ندمت على تجربه بارنسلي؟ لا ده انا قبل ما اعتزل ب3 شهور يعني حاولت ان انا ريجينريت دوافعي تاني ان انا احاول ان انا
يعني احاول اجد دوافع جديده والاقي نادي ان انا اقدر ان انا اشتغل فيه بشكل كويس. لكن خلاص الطموح جوه مخي كان خلاص. كان خلاص فكره ان انا خلاص بجد الدوافع ما كنتش عارف ان انا اعملها. مع مارسيليا كان معاك دي ركبه بس انت كنت يعني شايط معدي انا وهو بصراحه بس انت كنت اعلى يعني هم اشتروني اغلى اغلى بالظبط لكن بصراحه هو من اول يوم ضرب يعني احنا اشتغلنا انا وهو كويس جدا واحنا وهم بيبنوا الفرقه دي جابوني انا ودروجبا هم جابوني الدرجه الثانيه من نادي اسمه جانجا بمليون ونص يورو وجابوني من اياكس بقى 13 مليون يورو يعني انا الضربه الكبيره بتاعت مرسي. بتاعت مارسيليا وكانت كانوا كان مارسيليا مارسيليا على فكره هو اكبر نادي في فرنسا نادي نادي الفرنساوي الوحيد اللي كسب بطوله اوروبا والجماهير مجنونه جماهير اكبر نادي واكبر قاعده جماهيريه ونادي نادي كبير جدا فبقى فرقه كبيره جدا بارتيز جون لزرازو باك ليفت حبيب بي بتاع منتخب السنغال باك رايت دانيال فان بويتن بتاع بايرن ميونخ فيليب كريستنفال بتاع برشلونه ستيف مارلي وانا ودروجبا وكامل وصلنا فاينل اليوروبا ليج واتغلبنا من فالنسيا 2-0 في وانس فاينل الويفا كاب كان اسمها الويفا كاب وكان ساعتها المدرب رافا بينيتس واتغلبنا 2-0 في الفاينل في السويد وعملنا دوري جامد جدا لكن للاسف رحت بطوله تونس في وسط الموسم 2004 ورحت وكوتيفوار ما تأهلتش ايوه فهو يلعب فهو لعب بقى ولعب المدرب اتغير اسمه جوزيه انيجو اللي هو مسك الترجي بعد كده فتره لما رجعت يعني انا مشيت من رحت كاس الامم كان انا عندي 9 تجوان في الدوري ودروجبا عنده 10 تجوان في الدوري وفي الشامبيونز ليج هو عنده 4 وانا عندي 2 جبت جون في ريال مدريد وبارتيزان بلجراد بلجريد اسف ورحت كاس الامم رجعت لقيت دروجبا عنده 19 جون في الدوري خلاص شرح. طار ولقيت المدرب بيقول لي بص احنا غيرنا طريقه اللعب انا 4-3-3 انت هتلعب وينج ليفت فضلت الدور الثاني كله بلعب وينج ليفت وطبعا مش مكاني ما بتجيبش جوان ما جبت جونين بس يعني طبعا ابتدت الكيرف ينزل وكان لازم بعد ما دروجبا راح تشيلسي اقعد بقى كانت هي دي السنه بتاعتي بس ماشي مش رحت روما الدماغ برضو بتاعت لا لا بالعكس انا جالي الاوفر من روما جالي في البيت رودي فولر كان مدرب كان لسه ماسك روما ورودي فولر طبعا نجم المانيا طبعا وهو نجم كبير في روما لعب في روما سنوات طويله وكان ماسك الفرقه رودي فولر وفرانكو بالديني جولي البيت وكان ساعتها روما قبلها بسنه لسه واخد الدوري بيلعب هناك بقى باتيستوتا وتوتي وكاسانو ومونتيلا وبانوتشي ولاعيبه كلهم كبار جدا فكنت عايز العب مع اللعيبه دي قلت ان انا ممكن تبقى انطلاقه ليا يعني وبرده كنت سايق الحظ فيها تجربه ما نجحتش لا 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 ما نجحتش لكن تظل التجربه الافضل بالنسبه لك توتنهام واياكس واياكس طبعا البدايه اياكس طبعا وصلت كل بص يعني جنت كان ليها اهدافها هو الداون جريد ابتدى يحصل بعد ميدلزبرا وبعد ويجن ابتدى الكيرف ان هو ينزل انما انت طول ما انت يعني روما طبعا كانت في النص ما كنتش برضو يعني كانت الضغوط كبيره جدا عليا على واحد عنده 20 سنه ويجن مع عمرو زكي كانت تجربه فاشله لا كانت تجربه ناجحه جدا والله لا لا لعبت كانت علاقتك بعمرو كويسه ولا كانت فيها غيره ساعتها خالص علاقتي الناس دايما ساعتها كانت تطلع كلام صراع بين ميدو وعمرو زكي وميدو غيران وعمرو هي كان طلع نار عمرو ده كان عنده شويه ثقافه كان يعني قلب الدنيا والله يعني الناس اللي كانت شغاله حواليه ضحكوا عليه والله طبعا للاسف هو سلم مخه لناس لواحد صاحبه كده كان بيدير له شغله وكده وابتدى يعني يبعد عن نادر شوقي نادر يعني نادر كان بيديله نصيحه كويسه ابتدى يبعد ابتدى الولد ده يوقع ما بينه وما بين نادر وابتدى الولد ده يقنعه ان هو الولد ده انجليزي لا ولد مصري صاحبه صديقه كان عايش معاه هناك وابتدى ان هو يقنعه ان تشيلسي عايزينه وريال مدريد عايزينه بتاع فعمر مشكلته ان هو ابتدى لا ابتدى ويجن بالنسبه له يصغر فعليا يعني هو كان رايح فرحان واكسايتد انا اجيب اجوان وده لما ابتدى ان هو يتكلموه على انديه كبيره وكده ابتدى ان هو يعني بالنسبه له طب انا اقضي 6 شهور دول وامشي اروح حته تانية كده كده انا عملت كويس لكن انا رحت انا اول ماتش لعبته في ويجن انا وعمر لعبنا اساسيين احنا 2 فراوده قدام ليفربول تعادلنا 1-1 وانا اللي جبت الجون ولعبنا ماتش كبير جدا انا وعمر بعد كده هو انا ساعتها كنت في قناه الحياه فخدنا ايوه صح خدنا الكواليس خدنا لا خدنا الكواليس خدنا ماتشكم مؤجل يوم صح دليل عشان دليل يوم عشانك انت وعمر زكي فكنت حافظ ماتشاتكم ساعتها بقى كان بدا كان ابراهيم فايق زميلي في الحياه فبقيت اديله الاستوديو كان عبد الرحمن مجدي بقيت اديله الاستوديو لان ده دور ان هم يشتغلوا وياخدوا الماتشات دي ودي عملت مشكله مع اخ كان مذيع هناك لحد دلوقتي هو كاره يعني لانه كان دول شباب طلع منور زي الفل لازم ياخدوا
فرصتهم فخدنا خدنا انا فاكر فانا حافظ ماتشاتكم لعبنا كويس جدا ساعتها. بس عمرو كان ايه حقيقي يعني هو كان بيزعل مني مثلا ايه نخلص ماتش المنتخب تاني انا بخلص ماتش المنتخب تاني يوم راجع على طول يعني سيبك انا ايه في حاجات بهرج فيها بس المواعيد يعني عمري في حياتي الحمد لله ما اتاخرت على تمرين او ان انا ما اتمرنتش كويس. كان عندي سلبيات ممكن اهمها اللي انا كنت بقوله لحضرتك ده ان انا لما ما بلعبش بخسر دماغي ودي اكتر حاجه انما انا كنت ملتزم في التدريب جدا حضرتك حتى لو سالت المدربين بتوعي بحب التمرين بحب الكوره بحب التمرين فمثلا بعد الماتش بالليل يلا عمرو نرجع بالليل في طياره الساعه 1 بالليل خلصنا ماتش مثلا في طياره الساعه 2 بالليل يلا نرجع ميدو السنه نقعد يومين ثلاثه شويه عمرو اسمع كلامي يلا نرجع ما ينفعش. فابتدى ستيف بروس ان هو يعني بالنسبه له ان هو يعني الكلام ده ابتدى ان هو يبقى شكله وحش قدام الفرقه ابتدى ان هو ما بيلعبوش فلما ابتدى ان هو ما بيلعبش ابتدى ان هو برضه يعني دماغه يخسر يعني يخسر تركيزه يعني يفقد تركيزه بعض الشيء. دايما بقول في اتنين لعيبه كانوا هيكسروا الدنيا في مصر عمرو زكي وابراهيم سعيد. صحيح الاثنين دول والاثنين جات لهم الفرصه في انجلترا يعني ابراهيم كان في ايفرتون اصلا لها تجربه صغيره كده في ايفرتون فعارف الاجواء هناك شكلها عامله ازاي غير كده لانه ابراهيم انا وجهه نظري ده من اعظم المدافعين في تاريخ مصر في تاريخ مصر يعني احسن مدافع من احسن مدافعين لعبت معاهم في حياتي عنده امكانيات ما حصلتش وعمرو زكي مهاجم ما حصلش لكنه هي قصه الصخب. بس ممكن اقول حضرتك حاجه معلش في النقطه دي لان دي نقطه مهمه جدا وانا دايما يعني عايز ان انا اركز عليها. انا بزعل جدا لما شباب صغيره يجوا مثلا يكتبوا لابراهيم سعيد او لعمرو زكي يا عم انت شفت كان ممكن تبقى ايه وحصل لك ايه وبتاع. انا برضو شايف ان الشباب دول لازم يعرفوا ان دول عملوا حاجات كويسه طبعا. يعني ابراهيم طبعا. سعيد عمل حاجه كويسه وعمرو زكي يعني ما يعتبروش طبعا. يعني كان ممكن يبقوا احسن زي ما انا كنت ممكن ابقى احسن صحيح. زي ما حاجات كتير زي ما معظم اللعيبه المصريين لكن بزعل قوي لما لان خلي بالك حضرتك يا كابتن احمد انا بتكلم معاهم كتير وبالذات عمرو بتكلم معاه بحاول انا الكلام ده والشباب لازم تعرف بيأثر في نفسيه الناس دي جدا بالذات الناس دي ناس طيبه يعني عمرو ده مثلا فالنهارده لما بتيجي مثلا واحد يحاول يدوس عليه ان هو انت كان ممكن تبقى كذا وبص انت ايه اكتر الحاجات اللي بسطتني ان ابراهيم خد كارير تاني وبدا ينجح فيه وابراهيم ماشي كويس بدا ينجح فيه يعني غير من شخصيته وحتى كل ما قابلني دلوقتي يقول لي يا ريتني لان انا كنت اكتر واحد بيرقص عليه لان شايفه قد ايه موهوب يعني طبعا. من اكتر عايز اسالك بس عن تجربه الزمالك الفينيشنج بتاعك جات ازاي وهل راضي عنها ولا مش راضي عنها؟ والله انا رجعت المره الاولانيه بعد رجعت مرتين المره الاولانيه كان كنت في ميدلزبرا ورجعت وكان عندي مشكله يعني انا بقول ان هي كانت مشكلتي يعني انا حتى في عز كل الانديه اللي انا كنت بلعب فيها كنت متعلق بشكل كبير جدا بالزمالك انت بتحب النادي الزمالك وعايز ان انا نفسي العب في الزمالك انا حاسس ان انا ما لقيتش كفايه في الزمالك فنفسي ان انا ارجع العب في الزمالك ففي عز وانا في التوب في عز لعبي وانا عندي 26 سنه رجعت الزمالك ورجعت يعني حصل ظروف مشاكل كتيرة جدا جوه النادي ومشاكل يعني فوق مستوى اي حد ان هو ممكن يقدر يتحملها وعايز اقول حاجة في النقطة دي لو معلش انا اسف لو هاخدك بره طبعا القصة طبعا. على فكرة انا بقول ان لعيبة الزمالك والناس اللي بتشتغل في الزمالك ابطال ابطال ليه لان لو اي نادي تاني في مصر لعيبته والمسؤولين اللي فيه والادارات اللي فيه والمدربين اللي فيه والاداريين اللي فيه اشتغلوا في 30% من الظروف اللي بيشتغل فيها ولاد الزمالك مش هيقدروا يستحملوا يا سلام والله ما يقدروا يستحملوا عارف ليه مش هيقدروا يستحملوا عشان هم اقل رجوله لا عشان هم مش متعودين ما تعودوش على الكلام ده فاهمني حضرتك ولا لا الزمالك الناس بتشتغل فيه في ظروف صعبه جدا لك ان تتخيل حضرتك ان انت النهارده الزمالك مطلوب منه ان هو ينافس الاهلي اللي ماشي بكل حاجه بالثانيه وبكل صحيح حاجه صحيح بنظام اقرب واقرب نادي ولا اخجل ان انا اقول الكلام ده لان احنا لازم نبقى ما ينفعش نقفل راسنا في الرمل الاهلي هو اقرب نادي للانديه الاوروبيه بيحاول ان هو يبقى عنده منظومه وان هو يبقى عنده سيت اب محترم وان هو يقدر ان هو يشتغل صح ويبقى عنده فيجن لقدام وبلان معمول وكل الكلام ده من سنوات طويله فانت انت بتنافس وحش وحش الاهلي تحتيه ارض صلبه وتخيل بقى ان انت تخيل عايز اقول لك حاجه تخيل حضرتك لو انت بكره الصبح بقيت رئيس نادي الزمالك وداخل بتصلح انت بتصلح حاجات ماشيه غلط بقى لها 40 سنه حاجات بقى لها 30 سنه من هيكله اداريه موظفين نظام شغل عقليه منتاليتي
وفي ناس بتتريق عليا ميدو بي 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 بيشيد بالاهلي زياده عن اللزوم, وان هو بيقول ان الزملكاويه ان هم المفروض ان هم ما يتكلموش على المظلوميه ولا الحكام ولا الكلام ده كله. انا بعمل كده ليه يا كابتن احمد؟ لان انا راجل شفت ده جوه نادي الزمالك. انت النهارده لما بتفضل كمسؤول جوه النادي بتتكلم على التحكيم وبتتكلم على المظلوميه وبتتكلم ان الاهلي بيتجامل وبتتكلم ان الزمالك مش عارف, بتتكلم على الكلام ده, انت بتبني جوه الطفل الصغير اللي جوه النادي ان هو دايما عنده عذر ودايما عنده اكسكيوز, ده احنا الحكم, ده احنا كذا. فلما جيت طلعت ان انا قلت الكلام ده اتهاجمت من الزملكاويه, لكن انا راجل ببص للصوره الكبيره. انا ببص ان عشان ناخد خطوه لقدام والزمالك يبتدي, خلينا نبتدي بالخطوه دي, وانا عارف انت راجل يعني ليجند في النادي الاهلي, انا بقول بكلم الزملكاويه عشان ابتدي ان انا النهارده بدل ما انا باخد دوري كل 6-7 سنين انا عايز اخده كل 3. عشان اعمل كده لازم اغير عقليه. لازم ان انا ما افكرش في ان حد بيتجامل, لا انا لازم انتوا ماشي اخد دي ان هي تبقى البنزين بتاعي. ماشي ان حد بيتجامل انا بتظلم, اخدها ان انا لازم ابقى اجمد من منافس المباشر بتاعي الاهلي بكتير عشان اقدر ان انا اقرب منه. وده اللي فيرجسون عامله في مانشستر يونايتد لما مسكه, لما كان ليفربول واخد الدوري اكتر منه ب21 مره مزبوط. اشتغل ان هو يقرب الجاب ويقرب المسافه. ناس ممكن تقول عليها مجنون, ميدو انت مجنون, انت ايه اللي انت بتفكر فيه؟ لكن انا فعلا شايف ان طول ما الناس جوه نادي الزمالك بتفكر في المظلوميه ونقلين الكلام ده للجماهير عن طريق الاعلام الزملكاوي, نادي الزمالك هيفضل بياخد بطوله الدوري كل 6-7 سنين. وامكانيات الزمالك تقدر ان هي تبقى تيت مع الاهلي, تقدر ان هي تنافس الاهلي راس براس, لكن لازم حاجات كتيره جدا تتغير, اما العقليه بتاعت الفوز. واكبر دليل على كده يا كابتن, انا اسف ان انا اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. عايزك تشوف الفرق تاني يوم, محدش يزعل مني, الناس الزمالكيه محدش يزعل مني, لكن انا بقول لكم واقع وبقول ده من غيرتي على الزمالك. عايزك تشوف الفرق تاني يوم ما بين الاهلي لو خد الدوري, تاني يوم اللعيبه راح التمرين ازاي, وتاني يوم لعيبه الزمالك راح التمرين ازاي. فرق. لعيبه الاهلي كسبت البطوله, احتفلت النهارده, تاني يوم اليوم خلص. انا لازم ان انا افكر في اللي جاي ان انا اكسب. نعم. الزمالك لا, الزمالك اللعيبه خدت الدوري, تاني يوم مش هنزل التمرين لما اخد مستحقاتي, تالت يوم احتفاليه مش عارف ايه, رابع يوم بتاع الهانج اوفر بتاع البطوله بياخد مسافه طويله جدا. فبتيجي النهارده لما تيجي تنافس في بطولات تانية بتخسر. انا اتعلمت ده في اياكس. اياكس منتاليتي العقليه كان مفيش هزار. انا النهارده كسبت, انا فاكر كويس جدا, كسبنا بطوله الدوري بعد 4 سنين ما خدناش الدوري. تاني يوم الناس داخله ومش عارف ايه, مفيش كلام ده خالص, احنا كسبنا الدوري امبارح. الاسبوع الجاي عندنا نهائي الكاس لازم نكسبه, مفيش حاجه اسمها الكلام ده. اوعى تتكلم في امبارح ولا تقول لي انت عملت ايه ولا جبت جون ولا بتاع, احنا كسبنا الدوري امبارح. هي دي العقليه اللي انا نفسي ان انا في يوم من الايام يبقى ليا نصيب, حاولت اعملها كمدرب, لكن وانت مدرب دايما انت الحلقه الاضعف. لكن نفسي ان انا يبقى ليا نصيب ان انا في يوم من الايام ان انا ازرع العقليه دي جوه نادي الزمالك. ده هيخليني اسالك بعد الفاصل عن مشوار ميدو المدرب, لانه مهم جدا. انت وانت صغير حلم كبير جدا تبقى مدرب نادي كبير زي نادي الزمالك, وهذا الحلم تحقق زي ما اتكلمنا على ميدو اللعيب اللي غير راضي بالتاكيد عن نهايتك في كره القدم. صحيح. كلاعب ده. صحيح. مش عايز اكلم, انت قلتها اكتر مره, لكن نتكلم على مشوار. صحيح. ميدو المدرب, لكن استاذنك بعد. صحيح. الفاصل. انا مش عايز افتح ملف ميدو اللعيب تاني بقى, حرام عليكم. احنا عاملين نتكلم بقالنا ساعه, ومن الحاجات اللي بزعل عشانها لان كنت شايفه لحد دلوقتي انه
يبقى جنب زلطان لحد ده خلاص دخل 40 سنه يا كابتن. ما زلطان 40 لا سنه لا زلطان ده جاب جون الماتش سبيشال هو كان ده. يعني كانت مقدماته معاكم انتوا بتلعبوا كانت مقدماته كده انه ممكن يكمل للسن ده. هو فعلا هو مجنون كده زي ما ولا هو بيتصنع ده عشان يفضل اون ذا سبوت على طول؟ بص يا كابتن انا دايما بقول ليك على ليك تواصل مع لسه ولا اه طبعا طبعا واتساب بتاعه ليه مشغولياته بس هو شخص لطيف جدا واطيب بكتير من الشخصيه اللي الناس شايفاها. هزر طبعا طيب جدا ودايما بيهتم بعيلته وباصحابه شخصيه يعني جينرس يعني طيب وجدع وكريم ومع الناس كلها وكل الناس اللي حواليها. انا بقول ان كل بني ادم بيوصل لحاجه في حياته ليها علاقه بالباك جراوند بتاعه هو جاي منين ومر بايه في السن ما بين 8 سنين و9 سنين لغايه سن 15 16 سنه. المرحله دي هي المرحله اللي انت بتبني عليها حياتك كلها. هتلاقي كابتن احمد شوبير الصفات الاساسيه اللي موجوده في شخصيته مزبوط. بناها في الوقت ده مزبوط. محمد صلاح الصفات الاساسيه اللي بناها في شخصيته في الوقت ده الجورني بتاعك ايه اللي انت بتعمله في الوقت ده وايه اللي بيتقالك وانت جاي منين. الشباب دي اقوى مننا بكتير والافارقه اقوى مننا بكتير طبعا العقليه هم اقوى مننا بكتير الافارقه طبعا. اقول لك ليه اقول لك ليه لان هم في سن معين واحنا صغير وهم صغيرين ما شافوش الدلع اللي احنا شفناه صح. ومعنى كلمه دلع مش بتكلم على امكانيات ماديه للاهل ولا بتاع بتكلم على طريقه الشغل يعني ايه الشباب دي من وهم صغيرين وانا بقى عشت معاهم وعشرتهم الايست يوروبيانز بتوع اوروبا الشرقيه وبتوع افريقيا هم اقوى ناس منتلي الروس والصرب واليوغوسلافيين الحته بتاعت يوغوسلافيا المانيا الشرقيه زمان المانيا الشرقيه دول اقوى عقليه لان دول اتربوا في وسط حروب ابره ده كان عايش في الجيتو عايش في الكرفانات عايش في الكرفانات هو في كتابه قايل كده وفي قصه حياته قايل كده فكان طفل بتاع عانى وفي وسط ما هو عنده 7 سنين دخلوا عليه بغارات وخطفوا ناس من اهله واضطر ان هو يعني يروحوا بلد تانية يمشوا كانوا بيمشوا في اسراب لبلد تانية هو اصله منين؟ صربي لغايه ما وصلوا للسويد وكانوا يعني لاجئين سياسيين في السويد يعني فبتتكلم في باك جراوند معاناه بعدين اداته استمنه ما هو ده ايوه ما ده اللي بقول لك عليه تلاقيهم اجمد عيال اللي هو ايه عنده اللي هو الهنجر عنده الهنجر اللي انا مهما وصلت هكمل وهدوس بنزين تاني. احنا في السن اللي انا بقول لك عليه وخلي بال حضرتك كامل وراك ده خطير جدا عشان كده السن ده كل واحد يخلي باله من عياله في السن ده انت ايه اللي هو بيستقبله منك ايه الحياه اللي هو عايشها في السن ده. احنا واحنا صغيرين انا كنت في نادي الزمالك وانا عندي 14 سنه احكي لك موقف يعني مره عملت مشكله في نادي الزمالك بس انا كنت في الناشئين زي ما حضرتك عارف كنت يعني نور ولو كنت بكسب الفرق بتاعتي كنت بلعب 3 4 فرق فعملت مشكله قعدت اسبوع ما بروحش النادي عملت مشكله مع مدرب يعني مدرب شتمني فانت رحت قاعد في البيت قعدت اسبوع في بعديها باسبوع عندنا فاينل الجمهوريه هنلعب الاهلي في المحله فضلت بص الدلع بردش على حد كذا ما فيش موبايلات ولا اي حاجه البيت لغايه ما كلموني يوم الماتش وهم اوريدي في المحله المدرب كلمني ميدو انت فين احنا محتاجينك هنلعب الاهلي في الفاينل كابتن انا هاجي ركبت تاكسي ورحت المحله وصلت على التسخين لعبت وتعادلنا 1-1 اتغلبنا بضربات جزاء انا فاكر تقريبا وانا اللي جبت الجون تقريبا في شريف اكرامي واتغلبنا ورجعت شايف الدلع حرك فاهم الكلام ده مش كان يعني عشان كده انا بقول ان لازم الحته دي بتاعت السن ده ان لازم ما يبقاش فيها ساعتها كان لازم يتاخد معاك اجراء كان لازم اسف يعني تتادب كان لازم عشان يبقى ده لبكره لو بالنسبه كنت لك أنا لو تادبت او تعلمت انا متاسف يعني او تعلمت او بلاش تتعاقب لو تعاقبت ده كان يفرق معاك حتى طبعا. يفرق معاك المرحله الصعبه اللي كنت عندك انا بحكي لك موقف في مواقف زي دي 10 انا وجمال حمزه وشيكابالا ومحمد صبري وايمن عبد العزيز وبتاع اسماء كتير جدا اسماء افضل أسماء رهيبه في الكوره افضل مدربين معلش انا اسف يعني ودي حقيقه افضل مدربين عندهم الموهبه في التدريب انا بقول اولاد نادي الزمالك بيشتغلوا في نادي الزمالك وكانوا بيشتغلوا في نادي الزمالك في الوقت ده انا عايز اقول لحضرتك وانا عندي 14 سنه كان مدربي كابتن اشرف قاسم
يا سلام. مساعد مدرب وانا عندي 15 سنه كان مدربي كابتن طارق يحيى مساعد مدرب. نعم. مساعد مدرب مساعد لكابتن جوهر الصغار الله يرحمه وكابتن بدر حداد الله يرحمه. وانا عندي 16 سنه كان مدربي كابتن احمد رمزي مساعد مدرب كان المدرب الكبير هو المنتور والمدرب اللي لسه مبطل شغال بيتعلم كان في سيستم بس كان المشكله الوحيده ان الحته بتاعه الانضباط في حته ان انا النادي اهم من اي حد للاسف للاسف هي دي هي دي الخرم اللي موجود هي دي الحته اللي يمكن بس عشان الناس برضه ما تفهمنيش غلط ده اللي بيحصل في النادي الاهلي انه النادي اكبر من اللاعب ايا كان مين اللاعب ده ما بتفرقش بالظبط. نعم. وهي دي الحته لما مسكت انا رئيس قطاع ناشئين في نادي الزمالك مره ولد كده اسمه نيمار كان لعيب كويس طبعا هايل اسمه خليل نيمار بس برضه كانوا مدلعينه لا وكانوا مدلعينه وهو صغير هو طالع هو نجم الفرقه وبيكسب الفرقه وحريف قوي واول واحد انا لما ضربت الدرجه الاولى خدته معايا اتمرن فكان مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك ساعتها كان ماسك فرقه ال 16 سنه تقريبا والفرقه دي اكبر من الولد ده بسنه الولد ده تحت 15 سنه وانا جوه دماغي دايما ان اهم حاجه اهم من الكوره ان انا ابني عقليه والاخطاء اللي انت وقعت فيها ما تتكررش بالظبط ما يهمنيش ان انا اطلع لي لعيب كويس على اهم ان انا اطلع لي لعيب كويس منضبط منضبط انا واخد منه كل ماتش الخمسة من عشرة ستة من عشرة بس كل ماتش بيدياني بعقليته زي طارق حامد زي عبد الشافي زي الونش على فكره نادي الزمالك دلوقتي محظوظ ان عنده 7-8 لعيبه بروفيشنال وعلى فكره اكتر جيل فيه انضباط جوه نادي الزمالك جيل اللي بيلعب ده دلوقتي دلوقتي لو 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 الدار صح الفرقه دي هتكسب بحاجات كتيره جدا جدا ف كنا بنتكلم على الولد خليل نيمار ف مدحت عبد الهادي قعد احتياطي وهي الفرقه الاكبر منه بسنه في ماتش الزمالك وامبي في امبي في ملعب بيترو سبورت فالولد لما عرف ان هو احتياطي في الملعب ركب تاكسي وروح انت كنت ماسك ايه رئيس قطاع الناشئين اي ركب تاكسي وروح اي اختفى ماشي ماشي فالموضوع جالي عارف عملت فيها يا كابتن عم ما هو مفيش فلوس ومفيش حاجه تعملها ولا اي حاجه تمام جبته قعدته لمده شهر ونص شهر ونص لغايه ما مشيت من قطاع الناشئين في نادي الزمالك مسكت بقى ساعتها وادي دجله بعديها تقريبا شهر ونص بيجي في تمرين فرقته طول وقت التدريبه بتاعت فرقته شهر ونص نادي الزمالك كله اتحايل عليا انه ينزل الملعب طول وقت التدريبه بتاعت فرقته بيجري حول الملعب بس التدريبه ساعه ونص هتجري الساعه ونص كنت بقف له بره واقف له ان هو موقف واحد ان هو يقف والولد التزم فضل شغال لغايه ما في الاخر اخر اسبوع قبل ما امشي لقيته التزم وعلى فكره وفرقته كانت بتلعب وبتخسر كمان كانت بتخسر لان هو نجم الفرقه هو اللي كسب الفرقه لكن كان بالنسبه لي ان الولد ده يتعلم الادب ويتعلم ان 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 يتعلم ان هو النادي اهم انت منه عايز تعمله نجم عايز اعمله عايز اعمله حاجه لان انا شفت ده بيحصل مع نماذج كتيره جدا مين اهم لعيب او مين احسن لعيب او مين لعيب اللي كان ليك صداقه كبيره جدا جدا معاه من من النجوم الكبار اللي انت سردتهم واحنا بنتكلم مين مصريين ولا بره لا لا اجانب اكتر ناس اصحابي روبي كين لغايه دلوقتي صديقي يعني ومرتبط بيه علاقه قويه جدا حاتم ترابلسي علاقتي بيه جميل بيه طبعا جميل حاتم وكان باك رايت يعني طبعا حاجه يعني جامده جدا يعني لادلي كينج في توتنهام بتكلم معاه على طول وعلى طول على تواصل لما بروح لندن بقابله ويعني اللعيبه دي اللعيبه اللي بتكلم مع بيني مكارسي على طول على طول بيني لعب بيني لعب معايا في سيلتا ولعب معايا في وستهام بعد كده بتكلم معاه على طول دول اكتر لعيبه بتكلم معاهم في تواصل مع دروجبا ولا مفيش خالص في تواصل مع دروجبا على طول كان ضيفي في البرنامج من اسبوعين كان الحقيقه قمه الجدعنه يعني اللي هو بني ادم جميل لا وجدعنه يعني بص والله يا كابتن يعني ما قلتلوش حاجه حتى بقول له يعني دي انا عندي برنامج جديد وعايزك تطلع معايا في زوم قال لي ميدو اي حاجه انت عايزها لازم اعملها لك ما تفكرش فقلت له طب انا البرودكشن ممكن اتكلم معاهم ان احنا يعني بنطلع رقم انا عارف ان هو يعني بتاع قال لي ميدو مش هاخد ولا يورو انا عشان ميدو تخيل في ناس كده وتيجي مثلا والله ساعات كده وطبعا كل واحد حقه انه يطلب فلوس يعني تيجي تلاقي لعيبه يعني معلش انا اسف لعيبه عاديه يعني قبل ما تتكلم تقول بتاع يقول لك اصل وكيل اعمالي بص انا بس مش هقول الاسم في لعيب لعيب صغير يعني وانا بحبه يعني فكنا عايزين نطمن الناس عليه فقلت الولاد تكلموهن يعني
فقال لك كلمه مدير، عايزين نكلمه في التليفون نعمل مكالمه يعني، فقال لك كلمه مدير اعمالي. فانا ما فهمتش، ما انا مش بهزر ولا مش بهزر، انا مش فاهم، انا ما فهمتش. فقلت له مدير اعماله ليه يعني، انا قلت مثلا بيستاذنوه مثلا بتيجي قناه تعمل معايا حوار فلازم استاذن القناه هنا، ده وده مش عيب يعني، لا لا طبعا خلاص، فلازم اروح الاداره وافقوا بروح، ما وافقوش خلاص يعني، وما ظهرتهم بيوافقوش، لكنه خلاص ده نظام احنا ارتضيناه. فلو كان قال مدير اعمالي بيقول لا ماشي، لكن فقلت لهم طيب اعرفوا القصه ايه، فطلع مدير اعماله اخوه برضه ماشي اوكي طلب فلوس، فكلمه ده عشان نعمل مكالمه كابتن، فلقيتهم بيقولك انا بيني وبينك اتخضيت يعني كابتن، هو ترى انا مذهول يعني والله يا ميدو انا فعلا اتخضيت يعني، يعني الامر بقى غريب. ما علينا، طيب خليني بقى اروح معاك لقصه تانية، وهي قصه ميدو المدرب. انا الحقيقه ما اعرفش، ما زال حتى انا بكتب كده كتير يعني، بحس من كلامك من افكارك من قرايتك للماتشات من تحليلك، وانا يعني احنا الاثنين زباين على تويتر مع بعض، بنحب نكتب على تويتر، انا بحب تويتر يعني، ف بس حاسس ان ميدو المدرب اللي بيقوله ده كله مش مترجم يعني، ما حصلش. بقول تجارب، وجهه نظري انا تجربه الاسماعيلي كانت الافضل، وان انت استعجلت ده وجهه نظري، ممكن انت تقول حاجات تانية. تجربه زمالك انت خدت كاس وكانت لو كملت كانت هتبقى فيها نجاح، كانت محتاجه صبر شويه. تجربه وادي دجله كان فيها يعني نوع من الاثوريتيز بالنسبه لك، وكانت ممكن تبقى افضل من كده شويه. ميدو المدرب تقييمه لنفسه ايه؟ وهل انت كده اكتفيت ولا في استراحه وراجع تاني، ولا انت هتفضل ترازينا في الاعلام زي ما انت ماشي معانا دلوقتي، ولا ايه القصه؟ قول. لا انا هرجع ادرب تاني. هترجع تدرب طبعا. لان التدريب اللي بيدوقه وبيدوق الادرينالين بتاعه صعب ان هو جميل. وبنصح اي لعيب لسه معتزل ان هو لازم يجرب التدريب، لان الاسماء الكبيره والنجوم كره القدم لو ما دربوش تبقى مشكله كبيره، لو كلهم اتجهوا للاعلام والتحليل تبقى مشكله كبيره. أي. والكره هتفقد الكثير من الحلاوه اللي هي المفروض تبقى موجوده فيها. حلاوه الدوري الانجليزي دلوقتي ايه؟ ان ستيفن جيرارد مدرب، مزبوط. ان فرانك لامبرد مدرب، ان واين روني ماسك ديربي كاونتي، ان اللعيبه المعتزله موجوده مع الناس الاكاديميكال، الناس طبعا. الاكاديميين اللي هم رافا بينيتس الناس الموجوده يعني موجودين، لكن لازم النجوم تفضل رجليها في الملعب طبعا. لو قدر طبعا. رغم ان انا عارف ان هي شغلنا صعب. ارجع لموضوع المدرب. انا كنت راجل محظوظ جدا ان انا وانا قاعد في البيت كده، وانا قاعد في البيت مع مراتي كده، جالي تليفون وانا عندي 30 سنه 30 سنه، كنت لسه معتزل بقالي 5-6 شهور. نعم. من رئيس نادي الزمالك والكابتن ايمن يونس، الاثنين قاعدين جنب بعض وانا قاعد في الدوحه في بيتي يعني. لا بيا ولا عليا. اميدو ازيك عامل ايه؟ قلت له الحمد لله. تدرب الزمالك؟ رئيس النادي كابتن ايمن. فقلت له طبعا ادرب الزمالك. قال انت مستعد؟ قلت له ليه لا مستعد، هدرب الزمالك. فرقه الزمالك ايه؟ ماشيه وحش، متلخبطه، نتائج سلبيه، لعيبه كبار ما بتاخدش مستحقاتها، لعيبه كبار كلهم لعبوا معايا، ودي اصعب حاجه ان انت تدرب لعيبه او في ناس اكبر منك أو في السن او ترقص اشخاص انت كنت زميلهم. ماشي. رحت اول يوم اشتغلت ملعب حلم زموره متقفل، تقفل الجمهور، تقفل الجمهور، ناس فرحان، ناس جايه ان ابنهم جاي يدرب الزمالك. وخدت الخطوه وسقت نادي الزمالك في كل المجالات، في كل المجالات، من الناحيه الاداريه ومن الناحيه التسويقيه، لدرجه ان انا كنت بسوق النادي نفسه، كنت انا اللي بسوقه. كنت بروح اقابل الشركات وانا مدرب، وده تاريخ لازم الناس تعرفه، كنت بروح اقابل الشركات عشان ابيع البدله بتاعت النادي. لبست الفريق بدل عشان خاطر ان انا ابيع البدله بتاعت النادي وادخل النادي فلوس. رحت لقناه الحياه بعت لهم الكواليس بتاعت الفريق ب1.5 مليون عشان ادخل انا عشان ادخل خزينه. دخلت خزينه النادي ايامها 6 مليون جنيه، في وقت كانت خزينه النادي للاسف ما فيهاش جنيه، عشان اقدر ادي لعيبتي مستحقاتها واشتغل. واشتغلت مدرب وقدت نادي الزمالك. لما مسكت نادي الزمالك كان نادي الزمالك سادس المجموعه، كنا دوري مجموعتين لو حضرتك تفتكر، وكان بتروجيت هو اول المجموعه والشرطه بفرق 8 نقاط عن نادي الزمالك. طلعت عن الشرطه فرق جول باين ساعتها. وطلعنا يعني تأهلنا. وفي الدوره الرباعيه كان حظنا سيء جدا قدام الاهلي، ده انا ضرب الجزاء في الدقيقه 75 في مباراه سيدناها تماما فتح الله. جبت جون في نفسك، فرقتك جبت احمد توفيق جاب جول وكنا سائقين الحظ، والعامل النفسي هو اللي خلى الاهلي يكسب. ان وقتها لما مسكت كان الاهلي بقاله فتره بيكسب الزمالك بقاله فتره. مظبوط. وبعد كده
لعبنا الكاس والحمد لله قدرت ان انا اكسب بطولة كاس مصر وهي من اصعب البطولات اللي كسبها الزمالك في السنوات الاخيرة. نعم. لان كان لازم ماتش سموحة الفاينل اللي في اخر ثانية الفاينل كابتن حمادة صديقي كان عامل فرقة هايلة على خسر الدوري فرق جول من الاهلي فرق جول على الله يرحمه. نعم. وحمودي وطارق حامد والعجيزي وكانت فرقة جامدة جدا يعني وابراهيم عبد الخالق وفرقة وامير عبد الحميد جول كيبر وكانت فرقة كويسة. فقدرت ان انا اكسب بطولة وان انا غير جلد واصعب حاجه في الكوره ان انت تمسك فرقه وهي في مرحله بناء او مرحله اعاده بناء. وبعد كده مشار مرتضى منصور جه وقدرنا ان احنا في مين اول رئيس نادي جه كلمك كان الدكتور كمال درويش دكتور كمال. وهو راجل محترم وراجل من يعني كان كنت مبسوط معاه جدا لانه راجل كان مدرب فرق كان مدرب كان حاسس بيا طبعا وكان مدرب كبير على فكره في تلهام بول يعني طبعا كسبنا كاس مصر وبعد ما كسبنا كاس مصر كان مين جهازك بقى في الوقت ده اللي جبت فيه كابتن محمد صلاح معاك مساعد كان في الاول كان في الاول كابتن عبد الرحيم محمد الله يرحمه وهو راجل محترم وولاده لازم يفخروا بيه وباسمه لانه راجل الله يرحمه كابتن عبد الرحيم كان راجل جدا وكان راجل تخيل كابتن عبد الرحيم محمد كان مدربي وانا تحت 14 سنه وان انا اكلمه قبل ما بقى مدرب وكان هو مدرب احد الانديه في الدوري ممتاز به تقريبا كان مدرب القناه وان انا اكلمه واطلب منه ان هو يبقى المساعد بتاعي ويوافق على الفور بلا تردد بلا تردد خلي بالك مش احد يعمل كده اكبر مني ب 30 سنه او اكتر اكتر من 30 سنه على فكره ميدو انت ابني وهساعدك واقف جنبك كابتن احمد عبد الحليم ربنا يديله طول العمر كلمته في التليفون كابتن انا عايز حضرتك تبقى معايا مدير كوره قال لي انت هتدرب الزمالك كان عندي 30 سنه لا كان عندي 30 سنه تخيل زي مثلا ما انت يجي لك دلوقتي مثلا عمرو السولية يقول لك انا هدرب الاهلي تيجي تساعد فاهمني لسه خارج من الملعب بخمس ست شهور واشتغلوا معايا الناس دي لكن للاسف بعد الاخفاق في الدوري يعني حصل ضغوط كبيره جدا ان هم يمشوا هم الاثنين وانا يعني 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 كانت الامور كنت صغير وكانت الامور خارجه عن ارادتي والضغوط يعني يعني مش شديد وبعتذر لهم يعني انه ان انا قابلت ان انا اكمل من غيرهم وقلت كده لكابتن عبد الرحيم قبل ما يموت الله يرحمه وقلت كده لابنه فعزى كابتن عبد الرحيم وقلت كده كابتن احمد عبد الحليم يعني لان دول حقهم عليا يعني وبعد كده جيت طبعا كابتن محمد صلاح ومعاه كابتن عبد الحليم علي مدير كوره كابتن محمد صلاح واحد من احسن المدربين اللي تستمتع بالشغل معاه والله طبعا بيعرف يعمل سيشن تدريب حلوه وبيشيل الضغوط من عليك وشيل الضغوط من على الناس اللي حواليه حتى وانت داخل تلعب مين راجل جميل جدا يعني وخدنا بقى بقول لحضرتك خدنا كابتن وكان معاه كابتن مدحت كابتن طارق السيد مدحت عبد الهادي كابتن عبد الهادي واشتغلنا وكابتن هشام ياكن في وقت من الاوقات كان برده مساعد معايا واشتغلنا وخدنا كاس مصر كاس الصعب ده باللعيبه الصغيره كلها مطعمين باتنين تلاته لعيبه ويوم بعد ما فزت بكاس مصر تاني يوم قالوا لي المستشار مرتضى منصور عايزك في المكتب كان هو رئيس النادي على فكره احنا لما خدنا كاس مصر كان في احتفالات وكده وبتاع انا عقليتي مختلفه شويه انا عندي ماتش بعد خمس ايام انا ما مش خدنا كاس مصر طلعت اتصورت مع اللعيبه احتفلت وشلنا الكاس وكل حاجه ركبت عربيتي وروحت وخدت منوم ونمت ما فيش لا بتفكر في بكره اتفرجت تاني يوم ان هم بقى راحوا بالاتوبيس عند النادي وقصه تانية يعني فالمهم مستشار مرتضى منصور رحت له دخل قعدت فكان هو كابتن احمد سليمان واستاذ مصطفى عبد الخالق والمستشار احمد جلال ابراهيم واحمد مرتضى مجلس اداره نادي الزمالك حدش قال لي مبروك قعدوا مستشار مرتضى منصور قال لي عميدو بعد اذنك قدم استقالتك كانوا اتفقوا خلاص مع مدرب تاني فقلت له ليه حضرتك فقال لي لان كل الانشطه الرياضيه جوه النادي بتقدم استقالتها بعد نهايه الموسم ثم احنا نقرر اعاده تعيينها من عدمها فقلت له ايوه حضرتك بس انا مش موظف جوه نادي الزمالك انا عندي عقد مع نادي الزمالك 3 سنين حضرتك عايز تقلني خلني انا عارف ان انت اتفقت مع حسام حسن فقال لي لا الموضوع ملوش علاقه بحسام حسن قلت له انا عارف ان انت كنت قاعد مع كابتن حسام حسن في اسكندريه اول امبارح ما عنديش مشكله لو انت شايف ان انت عايز تقلني قلني ما عنديش اي مشكله هطلع وهسكت ومفيش مشكله انا راجل عملت شغلتي وده ناديه مفيش مشكله وعلى فكره لو طلبت مني بكره ان انا اشتغل شغلانه تانية في النادي هشتغلها بدون مقابل مفيش مشكله وفعلا لما كابتن حسام حسن مسك انا اشتغلت رئيس قطاع الناشئين بدون مقابل انا بخدم النادي ما عنديش مشكله فاتحطوا في موقف ان انا لازم اكمل فكملت وابتديت اكسب في بطوله افريقيا ابطال الدوري ثم بعد كده لعبت مازيمبي في اسكندريه ب 13 لعيب كنت لدرجه ان انا اخر خمس دقايق كنت هنزل احمد الشناوي الحارس البديل كنت هنزله مهاجم
اه والله مش معايا لعيبه نزلها مفيش حد لان الزمالك استغنى عن لعيبه كتيره جدا واللعيبه التانية لسه ما اتايدتش في افريقيا ومبقاش معايا لعيبه وكان ماسك مازيمبي كارتيرون وكانت فرقه جامده جدا وبوتو وفرقه جامده جدا مسكناهم وما خدتش شوبير قطعناهم في استاد اسكندريه وتعادلنا 1-1 واحمد علي ضيع بينالتي اخر 5 دقايق وبلعبين ماتش كوره جامد جدا ناقصنا ماتشين لو اتعادلنا ماتش وكسبنا ماتش منهم الهلال السوداني نوصل سيمي فاينل بطوله افريقيا ابطال الدوري انا كده عملت شغلتي وشغال في شغلتي ما بقبضش ما خدش فلوس ولا لعبتي بتقبض ولا اي حاجه وقافل على الناس وشغال بعد ماتش مازيمبي في اسكندريه كان الاتفاق تم بقى مع كابتن حسام هم كانوا مستنيين نخسر فما خسرتش لكن انا عندي لسه امل ان انا اصعد وقلت لهم ان انا هصعد كابتن احمد سليمان كلمني وانا في الطريق قال لي كابتن ميدو قرار اتاخد انت مش موجود قلت له شكرا توفيق لكن انتوا شايفين ان ابن نادي الزمالك يستحق ان انتوا تعملوا معاه كده شايفين كده هو ده اللي المفروض ابن نادي الزمالك تعملوا معاه كده قلت له على فكره حسام حسن ابن الاهلي وعمره ما هيبقى زملكاوي طبعا قلت لهم والايام اثبتت ولو حسام حسن كان زملكاوي انا اول واحد ما كنتش اتكلمت معاه لان حسام حسن راجل ابن الاهلي مهما حصل بينه من مشاكل بينه وبين الاهلي هو ابن الاهلي واهلاوي بس هو مدرب محترف طبعا لكن انا قلت لهم انتوا شايفين ان ابن الزمالك المفروض يتعامل معاه كده لو انتوا شايفين كده براحتكم مفيش مشكله لكن انا بقول لكم الرساله اللي انتوا بتوصلوها للجيل اللي جاي رساله غلط المفروض مش ولاد الزمالك يتعامل كده ومشيت وانا شايف ان دي فتره ناجحه جدا لما مسكت الاسماعيلي انا اخطات في التسرع في الصدامي مع حسني عبد ربه انا بصت على ايدك طبعا اخطات بشكل كبير جدا وبنيت فرق حسني طيب جدا لكن حسني برضو صدامي وهو كان صدامي بس حسني طيب حسني كان في ناس ماليه مخه وحاجات ان ميدو رغم ان انا حاولت اساعده بشكل كبير جدا وبنينا فرقه كويسه جدا للاسماعيلي فرقه هايله وعملنا كره هايله لكن بره الملعب الوحده السعودي مسكت الوحده السعودي تجربه رائعه احسن مدرب في الدوري السعودي 3 اسابيع في وسط عمالقه تكسب اهلي جده مرتين لاول مره من 20 سنه ورا بعض وتتعادل مع الهلال قدام 70,000 في الهلال بفرق فرقتهم كامله ولكن بره برضو الملعب اخطات ومشيت وادي دجله اشتغلت كويس الموسم الاولاني لما كان معايا اللعيبه الكبار بعد كده اخترت ان انا اخد مغامره ان انا العب كل اللعيبه كلها صغيره كل الفرقه لعيبه صغيره محمد هلال كانت مغامره غير محسوبه بس انا خلينا اقول بس انه اوباما كنت انت كله اللي في الزمالك اوباما مصطفى فتحي ياسر ابراهيم كل اللعيبه الصغيره اللي وادي دجله اللي اداهم الديبيو بتاعهم بتتكلم مرعي محمد محمود محمد شريف كان لسه ما لعبش اللي بقاله ماتشين ثلاثه هلال بس محمد شريف قال لي هنا قال لي كابتن ميدو هو اللي لعبني هو كان كارتيرون لعبه مره احتياطي كارتيرون الاول بعدين ميدو فرق انا اللي لعبتهم عمر مرموش هلال عبد العاطي مرعي كل اللعيبه دي انا اللي لعبتهم مره واحده مع بعض مع ثلاثه اربعه لعيبه كبار ودي كانت مغامره كبيره انا دفعت حسابها دفعت فاتورتها ومشيت والمقصه بصراحه اتظلمت فيها اتظلمت بس النتائج كانت وحشه جدا بس كنا احسن فرقه بتلعب كره وكنا غير محظوظين بطريقه غير طبيعيه بتضيع ضربات جزاء وما اعرفش كان فيه ايه كان كنا غير محظوظين لكن انا يعني التجربه بتاعت المقصه بالذات كانت قاسيه عليا لان انا كنت عايش للفريق انت عارف حضرتك انا ببقى مدرب بكامش حد خالص بقى شخصيه تانية خالص غير انت شايفها دي لو عملت معايا نفس الانترفيو بتاعه تلاقيني بتكلم ربع الكاميرا بقوله مخي في حته تانية ببقى مخي في حته تانية فخدت قرار ان انا اريح فتره حتى لو سنين لغايه ما اعيد هترجع امتى وازاي وفين مش عارف مش لكن عارف. لكن انا لما ارجع مش هرجع الا على مشروع انا واثق في الاداره بتاعته ان هي اداره غير متقبطه واداره عندها هدف مش هتغيره سؤال دمه تقيل انا عارف انك صاحب حازم امام قوي فهمت بقيت السؤال هترجع حاجه في الاتحاد لا عمر ما طلب مني دايما انا تحت امر مصر لو طلب مني حتى أنا لو بربطها بحازم امام اهو وعارف برضو انه بركات علاقته بيك كويسه انتوا كلاعيبه كره يعني لو عرضوا عليك حاجه من المنتخبات ايا كان بقى منتخب صغير منتخب قصير منتخب طويل منتخب كبير هو منتخب على فكره كابتن شوقي غريب قبل ما يمسك المنتخب الاولمبي انا كنت انا اتعرض عليا وقعدت مع المهندس هاني ابو ريده ومع سيف ومع حازم وكله ان هم عرضوا عليا ده المره دي ولا المره اللي فاتت اللي قبلها المره اللي قبلها قبل ما شوقي يمشي قبل كابتن شوقي يمسك اول مره ولكن انت النهارده كابتن شوبير انت بتتكلم النهارده ساعتها يعني عرضوا عليا مرتب 180,000 جنيه
فقلت لهم مين المدرب اللي يرضى ان هو يشتغل بس مدرب منتخب مصر الاولمبي؟ انا ساعتها كانت بالنسبه لي صعب ان انا اقبل بالرقم ده. العقبات الماديه المقابل المادي هو اللي وقف ده، خاصه ان انا كنت في الاعلام ساعتها بتقاضى رقم كبير جدا. لو قالوا لك دلوقتي فعملت فقلت اكمل حضرتك، انا اسف قطعت كلامك. فقلت المهندس هاني، قلت له بص انا عندي فكره، تمام، انا بتقاضى في الحته اللي انا شغال فيها 50,000 دولار، تمام، انا هشتغل مدرب وسيبوني اطلع مره في الاسبوع في الميديا، تمام، وهدي اتحاد الكوره 50% من مرتبي كمان، ايه رايك؟ فرفضوا. رفض، قالوا لي ان عشان احنا لسه قايلين لو تعرض عليك الرقم تاني هتوافق كمدرب؟ لا برضو لا. لا خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل حواري الممتع مع اللي منورني كابتن ميدو. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين، بجد ترحيب ضيف العزيز النجم الكبير كابتن احمد حسام ميدو. تعالى شويه نروح للمنتخب، تمام، لانه مهم قوي وانا متابع كل تقريبا اللي انت بتكتبه، ومعلش البرنامج احيانا بيطير مني لكنه برضو على الاقل بتابع اللي بيحصل في البرنامج. ميدو خلينا نتكلم عن المدربين لانه ده مهم جدا. هل احنا دخلنا في دوامه ان احنا كل 6 شهور كل 7 شهور كل سنه مدرب؟ وهل شايف انه ده اللي مش عامل شخصيه منتخبنا الوطني؟ وهل تتفق معايا انه شخصيه المنتخب المصري تايهه يمكن من بعد ايام كابتن حسن شحاته تقريبا يعني. كابتن يمكن ايام كوبر ظهرت سنه يعني. كابتن احنا ما عندناش اي تخطيط وللاسف ويعني اسف ان انا اقول الكلام ده في وجود سيادتك، لا اتفضل، ولكن واسف ان انا بقول الكلام ده في وسط في الظل ان في اصدقاء كانوا موجودين جوه المجلس، لكن انا عارف ان هم ما كانوش واخدين مساحه وفرصه ان هم يبتكروا وان هم يقولوا افكارهم. احنا قعدنا 10 سنين 15 سنه في مصر مشلولين، مفيش حد بيبص بيخطط بيعمل فيجن ان هو ياخد خطوه لقدام ايه. لا عندك فوتبول دايركتور او حد يقدر النهارده ان هو يحط لك خطط ان انت توحد طريقه اللعب، ان انت تدي كوتشنج بادجز ورخص تدريبيه للمدربين بتوعك عشان تطورهم ويبتدي ان انت يطلع لك نشء صغير متعود ان هو متاسس صح ومتعود ان هو يلعب تحت ضغط. مصر المجال الوحيد اللي اتاخرت فيه هو الكوره. المجال الوحيد، مصر اتطورت في كل المجالات الثانيه. لو وراهن حضرتك، لو رجعت بالايام اللي انت بتلعب فيها في الثمانينات، اراهنك ان انت هتقول لي ان الكوره في مصر كان فيها سيت اب ونظام احسن من دلوقتي. طبعا اراهنك على مستوى الناشئين وعلى مستوى السكاوتنج حتى ما كانش في سكاوتنج وما كانش في الحاجات دي، لكنه كنا عارفين نظامنا، كنا عارفين راسنا من رجلينا، كان عندي اتحاد محترم بيشتغل بشكل محترم، عندي اداره محترمه، عندي لعيبه عارفه اللي ليها واللي عليها، سواء على مستوى النادي اللي انا عشت فيه او على مستوى المنتخب، لانه كنا ساعتها مع بعض وحده واحده عارفين بنشتغل ازاي. طيب لو جيت حضرتك ان انت اكد لك على كلامك، الكلام اللي كان موجود في نادي الزمالك هو الكلام اللي موجود في الاهلي هو اللي موجود في الاسماعيلي، كنت هتلاقي ان فرقه الدرجه الاولى موجوده، فرقه الدرجه الاولى دي تحتيها فرقتين، الفرقتين دول بيلعبوا بنفس سيستم اللعب بتاع الدرجه الاولى. لما تخش تتفرج على فرقه 19 سنه حتى تلقائيا من غير ما المدرب يقعد تلقائيا انت اللي بنلعب زيه نفس السيستم. هتلاقي ان مثلا في باك رايت بيلعب مثلا تحت 19 سنه لعبه قريب قوي من ابراهيم حسن. هتلاقي في هويه، في توحيد نظام لعب. كان زمان يعني كان زمان لو تفتكر حضرتك كان فرقه السكند تيم او فرقه الرديف بتلعب قبل ماتشات الدوري الممتاز قدام الجمهور. كان عندك سيستم، انت النهارده السيستم ده انت خسرته، مبقاش عندك هويه في الكوره. فبالتالي طلع لك لعيبه على كل احترامي ليهم 70 80% منهم مش متاسس، ما بيعرفش يستلم تحت ضغط،
ما بيعرفش النهارده ان هو وهو بيشوط على الجون ان هو عارف ان هو بيشوط على الجون مش متاسس صح. طالع بيطلع لك لعيب كويس او اتنين شيطاني. بس اللي انت بتقوله ده يا ميدو كلام فني يعني شغل مدرب. انت انا عايز اتكلم على سيستم كوره. يعني انت بتتكلم انت بتتكلم على 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 اداره نظام قصدي. يعني انا بتكلم ما انا ده قصدي اداره ما انا قصدي ان اداره نظام. ما انت حضرتك لما تجيب حد يخطط لك هيعمل لك رخص تدريبيه محترمه. هيعمل لك ان انت المدربين بتوع الاولاد الصغيره يبقى عندهم تفرغ للشغلانه. احنا واحنا صغيرين يا كابتن شوبير كان بيمسك مسكنا مدربين عندهم ضمير. مدربين النهارده بيقف تحت معاك بعد التمرين يعمل لك فينش على الجول. مدير فني في الاتحاد دلوقتي ما شاء الله في نجده بيتقاضى ايا كان بياخد 10 بياخد 100 بياخد اللي هو ايه اللي هو انا بسالك انا شفت المؤتمر الصحفي بتاعه مع كل احترامي لتاريخه كمدرب ما قالش ولا كلمه ليها علاقه بالتخطيط. انا النهارده جايب مدرب يحط راجل فوتبول دايركتور او تكنيكال دايركتور يعمل لي بلان لمده 3 4 سنين ويشتغل ويشتغل عليه مع الناس معاه. قول لي كلمه قالها تخص المستقبل ولا حاجه ما شفتش خالص ما فيش الهوا. مع احترامي الكبير ليه راجل مدرب كبير جه مسك الزمالك في وقت عمل سيزون هايل وراجل كل حاجه. لكن الشغلانه دي محتاجه واحد اشتغلها قبل كده اشتغل اشتغل يعني يعني مثلا المغرب راح جابت راجل اسمه اوشن روبرتس. اوشن روبرتس ده هو اللي قاد الثوره في الكره بتاعت ويلز. ويلز دي كانت عمرها ما اتاهلت لبطوله اوروبا. الراجل ده مسك تكنيكال دايركتور وحد لهم طريقه اللعب ما بين الفرق الناشئين والفريق الاول كلهم بيلعبوا بثلاثه ورا بيلعبوا حاجه اسمها بوكس فور لان هو واخد دراساتي هناك. الراجل ده وصل ويلز ان هي وصلت سيمي فاينل بطوله اوروبا. مظبوط صح. وطلعوا لعيبه صغيره ووحد طريقه اللعب وكل حاجه. منتخب الاتحاد المغربي جاب واحد كان عنده تجربه اشتغلها. الطفره الكبيره اللي حصلت كلها في الكره المغربيه والدوري المغربي والمنتخب المغربي ومنتخبات منتخبات الفئات السنيه وحتى منتخب الكره النسائيه اوشن روبرتس هو اللي عملها. صح. انت فين من الكلام ده؟ فين انت النهارده رايح بتتعاقب مع واحد راجل اصلا شغلته كوتش مش شغلته ان هو راجل اشتغل الشغلانه دي. فانا شايف ان احنا عشان ناخد خطوه لقدام يا كابتن شوبير احنا لازم الاتحاد الكره يبقى فيه مدير فني تكنيكال دايركتور نجح في دوله قبل كده وعمل فيها بلان ونجح فيه ومشروع واشتغل عليه ويساعده واحد مصري هو اللي يتقلد الاداره من بعده. يعني الراجل ده يجي يقعد 3 سنين يشتغل يحط ده بلان ده يكمل بعديه وبعديه هو اللي يشتغل ده يبقى صغير ايا كان صغير. واحد نعم. ايا كان يشتغل حتى لو اشتغل ببلاش او يشتغل بمرتب صغير بس يبقى بيشرب الشغلانه ويعرفه ايه الخصائص اللي موجوده في الكره الحاجات اللي عندنا مشكله فيها ونبتدي نشتغل. لكن احنا ما عندناش اي حاجه كابتن شوبير. فبالتالي انت طالع لك لعيبه اقسم بالله ان انا كنت بقعد مع لعيبه في النادي الزمالك والنادي الاسماعيلي لعيبه بتلعب دوليه وهي بتلعب الكره بدماغها مغمضه عينيها ما بيعرفش يباصي. يعني وهو بيباصي عنده مشكله في اتخاذ القرار في ازاي يستلم تحت الضغط الزاويه بتاعه التمرين وهو بتشتغل الحاجات اللي احنا كنا متعلمها واحنا عندنا 10 سنين و11 سنه و12 سنه. انت النهارده عندك يا كابتن شوبير انت عمرك وانت عيل صغير عمرك نزلت ملعب في النادي الاهلي في الملعب اكتر من 25 لعيب؟ لا ما ينفعش. عارف النهارده في الفرق الناشئين في 50 مدرب ايه اللي يدرب 50 لعيب ده؟ انا عايز اعرف يعني مدرب والمساعد بتاعه يدربوا 50 لعيب. لأمانة الله سبحانه وتعالى خالد بيبو اللي انت بتقوله ده كله تقريبا عامله في النادي الاهلي بصراحه. عمل الولد غير شكل الولد طبعا خالد اخويا الصغير يعني خالد. او كابتن خالد يعني مغير خالص الشكل والنظام داخل النادي الاهلي في قطاع الناشئين والناس كلها مبسوطه جدا 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 منه رغم انه مشى ناس كتير ولكن عمل العمل ده. لكن خليني ارجع على شكل منتخبنا الوطني. النهارده انا ما اتكلمت مثلا على كوبر وبعدين على اجيري وبعدين على حسام البدري وبعدين على كروش. الناس حسام البدري خرج بتهمه ان العروض كانت سيئه. كوبر انه والله زمان يا سلاحي وباصي لصلاح. اجيري ان احنا خسرنا هنا من دور ال 16 في بطوله الامم الافريقيه. كروش حدث ولا حرج عن الحملات اللي معموله على الراجل بعد الخساره في المباراه الاولى امام المنتخب النيجيري. السؤال الاول هل قصة ان احنا كل شوية نغير مدرب دي قصة صح ولا غلط؟ نمرة اتنين ودي اللي تهمني هوية المنتخب المصري فين؟ تلاتة كيروش ما له وما عليه من وجهة نظر فنية من ميدو. انا رأيي ان كرة القدم المصرية بتدفع تمن قرار خاطئ وهو رحيل كوبر. رحيل كوبر طبعا. كوبر كان لازم يبقى وكان لازم المسؤولين في اتحاد الكرة اللي عندهم فوتبول باك جراوند او عندهم خلفية كروية كان لازم يقعدوا معاه ويقولوا له اسمع وانت ماسك مصر ما ينفعش تدافع بس لازم ان انت ازاي واحنا معانا الكره هنعمل ايه. لكن الراجل كان بنالك اساس وكان انت كنت منظم جدا دفاعيا وكان الراجل واقعي رياليستك. احنا منتخب دلوقتي ما يا جماعه احنا ما بقيناش من اصحاب الفئه الاولى الاي كلاس في افريقيا. احنا نزلنا للمستوى بيه
تصنيفنا بيقول كده على فكره مش حاجه. فالراجل ده كان عارف الكلام ده كويس، وعلى فكره انا قعدت اتكلمت معاه. قال لي انا عندي سنتر باكين الاثنين عاملين 4 صليبي. الاثنين عاملين 4 صليبي، كان ساعتها رامي ربيعه وحجازي. حجازي ورامي ربيعه صح؟ نعم. العب هاي ديفنس ازاي واضغط فوق ازاي؟ ابقى راجل متخلف عقليا. ازاي النهارده السرد باكين دول انا عندي عندهم مشاكل في السرعات والترنات وكل الكلام ده كله، لازم احميهم باثنين باكين واقفل لهم ولاعيب نص ملعب واقفل لهم واحميهم وادفيهم كويس. وعندي لا، هو بنى الايدنتيتي بتاعت الهويه بتاعت المنتخب ان هو كاونتر اتاكينج تيم. واحنا في ساعتها كنا محتاجين كده، ان احنا كان عندنا صلاح وعندنا تريزيجيه وعندنا عبد الله السعيد بيقف يقف الكره كويس. هي دي الهويه اللي هو بناها. احنا رحنا مفركشين الدنيا دي كلها وبدانا من اول وجديد من أي من مش عارفين حتى نبدا منين. انما الراجل كوبر ده لو كان قعدنا معاه وقلنا له اسمع انت بتدافع كويس، احنا غير راضيين عن ادائك في كاس العالم، لكن دلوقتي لازم تورينا في التصفيات اللي جايه ان انت بقى لما بنمسك الكره ونقطعها هنعمل ايه، هنتحول من الدفاع للهجوم ازاي، الترانزيشن بتاعنا ازاي، هنبدا هجمه ازاي، واحنا عايزينك تقعد. ولكن للاسف ان ساعتها الناس تاثرت بالسوشيال ميديا وتاثرت بالحمله الممنهجه اللي تمت على كوبر، رغم ان الراجل وصلنا كاس عالم بعد 28 سنه. نعم وصلنا نهائي افريقيا وكنا كابتن، معلش انا اسف يعني، كنا منتخب يعني عادي مش عايز اسيلها، كنا منتخب عادي جدا وبان جدا في كاس العالم ان في فرق كبير جدا، فرق كبير جدا في الليفل. دلوقتي لو تسالني على كيروش معلش يعني ان انا اقول الكلام ده، اللي تعاقد معاه فهموا ان مصر دي منتخب جامبيا او منتخب اثيوبيا، مع احترامي للمنتخبات دي، فهموا كده على الترابيزه وعلى ارض الواقع. يعني ايه على الترابيزه؟ لما اقعد معاك انا حضرتك دلوقتي بمضي معاك عقد في قناه اون، تمام، انا بجيبك ان انا عايزك تبقى مقدم في قناه اون واقول لك كابتن شوبير اللي انت عايزه، شوف فلان الفلاني بياخد كام، هديك 10 اضعافه صح، هعمل لك شرط جزائي يا كابتن، لو مشيتك هديك عقدك مره ونص، كمان ان انت تجيب اللي انت عايزه ومش هحط لك شروط جزائيه ان انت لو مشيت تعمل ايه، ده على الترابيزه صح. لما اطلع انا النهارده كرئيس اتحاد كره او رئيس لجنه معينه من الفيفا، اطلع اقول في التلفزيون والراجل شغال كارلوس كيروش فوق مستوى النقد، اوعى حد ينتقده، انا ما صدقتش ان هو قبل ان هو يمسك منتخب مصر. مهندس احمد بجد قال كده، نعم نعم، مع هاني حتحوت يعني طبعا راجل في برنامج الماتش قال كده. فانت النهارده انت كمدرب كيروش، انا بقول لك مشكلته الاساسيه ان احنا فكرنا ان احنا بلد بلا تاريخ ومنتخب بلا تاريخ، بيتعامل معانا بتعالي كبير جدا ان انا راجل بفهم كل حاجه، مع انه خلي بالك كان جاي يعني فاشد الاحتياج لمنتخب يكلمه، لانه كان جاي طلع من محنه مريره مع كولومبيا وهزيمه قاسيه من اكوادور بسداسيه، وما كانش خد معهم 6-7-8 شهور، وبالتالي كان منتخب مصر طوق نجاة بالنسبة له، وكنا نفرض شروطنا كما نريد في هذا الوقت. ما حدش فهمه كده للأسف. الراجل مش عارف الكلام ده، مش عارف الكلام ده. الراجل فكر ان احنا منتخب ان احنا يعني مش مصدقين ان هو ماسكنا، واحنا بنتمنى التوفيق للمنتخب ان احنا نمشي بشكل كويس وان احنا نشتغل بشكل كويس، ولكن بصراحة الشكل وحش يا كابتن شوبير. هل هو مدرب عنيد؟ بص، هم طلعوا الناس اللي شغاله معاه حاولوا يطلعوا فكره ان هو راجل ما بيسمعش لحد او ما بيسمعش للميديا، وان هو راجل المعلومات اللي عندي ان هو راجل كل كلمه كبيره وصغيره بتتقال في الميديا عنه بتتنقل له. اه طبعا هو بيتأثر كل المدربين الاجانب. لا بس هو يعني كان مطلعين ان هو ده راجل ما بيسمعش الحاجه، ده راجل كبير. لا انا بقى فكرت ما بيسمعش الحاجه، ما بيسمعش الكلام المساعدين، لا 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 الكلام في الميديا الاعلام، لا كل حاجه بيسمع، كل حاجة بيسمع، حاجة بيسمع الكلام، بيسمع كل كلمه بتتقال، وهو عنيد. انا بتفق مع حضرتك ان هو عنيد بشكل كبير جدا، لكن في اساسيات في الكوره يا كابتن. انت النهارده لعيب بقاله 9 شهور ما لعبش مباراه رسميه، كان مع تريزيجيه، ما لعبش ولا لعب 10 دقايق قدام برينفورد. نعم صح، اخده لعبه في ماتش اصعب ماتش في المجموعه العبه، ولا طبيعي اي مدرب مبتدئ هدي تريزيجيه تلت ساعه، الماتش اللي بعديه هديله نص ساعه، وهبدا بيه الماتش الثالث علشان الماتش الثالث ده هو اللي هسبب بيه التشكيله العب بيه لغايه لما اطلع. ونفس الكلام بالنسبه للسوليه. نعم. صح، او مبدا بيه في عقل في الدنيا يقول ان انا ابدا بتريزيجيه تالت على الدايره، اكتر مكان محتاج مجهود رايح جاي وان هو يشتغل. ظلم الولد النهارده، اكرم توفيق يتصاب بعد 3 4 دقايق، انزل ولد سنتر باك صغير، العبه باك رايت على اجمد لعيب في نيجيريا سايمون. نعم حاجات انا مش مصدق. مصطفى محمد ده راس حربه صرف زي كده، او يمكن كمان اكتر مني. نعم. بيطلع بره ال 18 بالنسبه له كانك نزلت واحد البحر واحد ما بيعرفش يعوم. هو بوكس سترايكر، راجل بتاع كروسات وبتاع ان هو بيتحرك في ظهر الديفنس، وراجل تيبك سترايكر. العب وينج رايت يا جماعه، ولا محمد صلاح راس حربه، حاجات برضو تجنن يعني. حاجات سالت سؤال يا ميدو انا في يعني بعد المباراه مباشره اول امبارح، قلت لهم يا جماعه محمد صلاح مش لعيب صغير. يا محمد صلاح ده راجل احنا خدناه احسن لعيب في العالم في الناحيه اليمين، مش احنا دلوقتي بنقول انه صلاح افضل لاعب في العالم، ودي حقيقه الان اللي بنتمناها كلنا ان شاء الله عز وجل.
فهل صلاح يعني وانت راجل انت لعيب يعني انا بتكلم على ميدو اكيد كنت بتتكلم مع المدرب طبعا. تقول له لا انا هرتاح كذا او مش هرتاح كذا بالتاكيد محمد صلاح كان من السهل يقول المدرب يلعب ناحيه اليمين بس ما تقدرش تلوم محمد صلاح يعني ما الراجل انت في الاخر ده مدرب كبير يا خبت يعني انا عارف بس يعني برضو ممكن يعني تكون طبيعه شخصيته مش زينا على فكره خلي بالك الجيل ده مختلف يعني هو شخصيته قويه وكل ما اعرفش يعني هو قال ولا لا وممكن يكون محمد صلاح مستريح انه يلعب راس حربه نعم ممكن يعني ممكن يكون هو عايز يلعب في الحته دي ما عندوش مشكله فيها بيقوم بمجهود اقل وبيلعب رغم ان هو لو هو بيفكر كده هو غلطان لان الحته دي زحمه مش امكانيات استاذنك اروح لفاصل وبعد الفاصل ارجع اكمل تاني لان عندي يعني حوارات كتيره او عندي لسه مجالات كتيره مع الكابتن احمد حسن اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين طيب خلينا اسالك احنا ممكن نكمل ازاي في البطوله لان الناس بدات تحط ايديها على قلبها خايفين جدا جدا صحيح تفشت الكورونا في غينيا بيساو لكن لسه مش معروف بالظبط العدد قد ايه بصرف النظر الناس بدات تقلق هنتاهل ولا مش هنتاهل هنتاهل تاني ولا يعني الاول بقى صعب بالنسبه لنا تاني ولا لا قدر ممكن نطلع تالت مشوارنا بعد كده في البطوله شكله عامل ازاي هل ممكن نكرر ما حدث مثلا سنه 86 او لفرق زي الكاميرون سنه 84 لما خسرت اول مباراه وخدت البطوله فرصنا في الفوز بالبطوله عامله ازاي التشكيله الامثل لمنتخبنا الوطني عامله ازاي احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان اكرم توفيق يعني ربنا يشفيه يعني ويرجع ان شاء الله بالف سلامه واحد من اللعيبه الرجاله اللي انا بحبها أوي جدا قوي ربنا يشفيه ويعافيه رب ونفس الكلام فتوح خلاص يعني ممكن مش معاك 10 15 ايام يعني صعب ان هو يخش معاك دلوقتي فانت عندك مشكله حقيقيه المشكله دي اللي ورطك فيها كيروش واختياراته طبعا انت النهارده عايز سؤال مهم انت النهارده مش هتعتمد على عمر كمال عبد الواحد في ماتش تقيل كباك رايت وده واضح جدا من خلال قراره باشراكه محمد عبد المنعم بديلا لاكرم توفيق ان هو غير واثق في عمر كمال عبد الواحد دفاعيا في مركز الباك رايت خدته ليه كان لازم ان انت تاخد احمد فتحي لازم احمد فتحي طبعا ليه ما حدش فيكم خالص بيجيب سيره الولد بتاع اتحاد سكندري هشام صلاح عشان ما عندوش خبره دوليه هو لو كان خده في كاس العرب لعيب كويس يعني في لعيبه باكات رايت كويسه الولد الباك رايت بتاع المحله لعيب هايل اسمه يحيى مش فاكر اسمه يعني عبده يحيى دراسه الحرب لا 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 يحيى حامد يحيى حامد لعيب كويس قوي يا كابتن وبيلعب كور ثابته وبيعمل كورسات وبيدافع جامد لكن انت محتاج لعيب عنده خبرات دوليه واحمد فتحي واحمد فتحي خبره طبعا لا واحمد فتحي ما كانش وكان معاك انت كنت واخده بالظبط لا واحمد فتحي خلاص وصل لفيز في الكارير بتاعه ان هو قابل ان هو يقعد احتياطي خلاص عادي يعني حتى لو هتبدا باكرم فتحي موجود وخبرته موجوده وكذا ورطك كان لازم ان هو الناحيه الثانيه كان لازم ياخد عبد الله جمعه لازم كان ياخد عبد الله جمعه في القايمه مفيش هزار طالما محمد حمدي مصاب ايمن اشرف مش الباك ليفت ايمن اشرف باك لعيب كويس نعم. لكن مش الباك مش الباك ليفت اللي هو يشيلك في الحته دي لو انت عايز تكسب ماتشات مهمه معلش مع احترامي الكبير يعني كنت تفضل عبد الله جمعه طبعا بس ما بيلعبش في الزمالك بيلعب اساسي يا كابتن كل الماتشات اللي فاتت بيلعب ماتش كل الماتشات ما لعبش في مكانه كباك ليفت دايما فتوح مع عبد الشافي كابتن اخر ماتش المقاولين بس لانه هو عبد الله يعني السنه دي في الزمالك عنده بدلك كان مصاب فتره طويله جدا غاب لفتره مش قليله كان عنده مشاكل واضح ما كانش بيشارك على ما كان بيشارك انا موافقك على فكره انا بحب عبد الله جمعه لعيب جامد جدا بس ما بيلعبش ما بيشاركش يعني خد باك ليفت خد باك ليفت واقف على رجل خد عبد الشافي يعني خد عبد الشافي وقعد احتياطي مفتوح عنده خبره هو عبد الشافي هيعمل لك مشكله في اوضه اللبس لو لا 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 خد يا عم عبد الشافي بلاش عبد الله جمعه وخده وراجل عنده خبره دوليه وموجود وكل حاجه لكن هو ورطنا لكن الموجود دلوقتي انا شايف ان احنا يعني البدائل قليله ولازم نبقى حذرين جدا في وقفتنا الدفاعيه
خلينا بقى كده ايه نطلع كابتن بره قصه كيروش واخطائه وكل حاجه. مال ده مال ده مع احترامي، ومال ان ان حجازي والونش يبقوا وحشين كده. انا عايز افهم يعني وينش الونش لا السنتر باك كبير صح طبعا. اول ربع ساعه في الماتش اللي فات يا كابتن شوبير هو اللي ركب ال 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 النيجيري علينا كره ثلاث كور بتنط ما بينه وبين راس حربه يروح واخدها واخده في ظهره ودخل ال 18. حجازي واقف غلط في كل الكور العرضيه التمركزات بتاعته كلها غلط، وكل الكور اللي بتطلع من رجله بتطلع غلط. مال ده ومال ان المدرب حط تشكيل غلط. في لعيبه كبار في الملعب يا كابتن، اللعيبه دي لازم يبقى ليها شخصيه ان هي حتى لو المدرب اللي بره بيعمل حاجات غلط احنا النهارده عايزين نعمل حاجه. فين النهارده حجازي والونش والشناوي في دورهم في ان هم يقولوا لحمدي فتحي يا جدع انت ما تطلعش من الحته دي، اقف لي هنا. انت ايه اللي بيوديك تقابل بره؟ في مدرب بره بده لا كابتن تميد. لا كابتن حضرتك بذمتك وانت بتلعب معلش بس لا. في مدرب برضه ما مدرب انت قلت نقطه مهمه جدا انه صوره له ان هو يعني مبعوث العنايه الالهيه وبالتالي ما حدش هيقدر يقرب منه فبقى وكل لعيب خايف يقعد. خلينا نكون امنا يعني ما حدث من البدايه استبعاد قفشه مع استبعاد شريف مع استبعاد طارق حامد مع مش عارف مين مع مين كل اللعيبه بقت تخاف فعايزه تنفس تعليمات الراجل واضحه جدا ماشي بس يعني. انت النهارده في حاجات قدامك مواقف في الملعب اللعيبه اللي شايفاها. الجون اللي دخل فينا يا كابتن الراجل حمدي فتحي راجل طالع بيقابل فوق الكره مع الراجل الباك ليفت والسنتر باك طالع مقابل فوق ومعري الحته دي مفيش حد موجود فيها. اي سنتر باك كبير في الدنيا موجود لازم يقول له اقف. على فكره ما كانتش اول كوره في الماتش دي تالت او رابع كوره اقف احمي لي الحته دي شغلتك خليك انت السكرينر بتاعي. مفيش حد بيتكلم. انا حسيت ان اللعيبه بتاعتنا يعني حتى لما دخل فينا الجون يا شوبير انت مستني رد فعل مظبوط صح ولا ما كانش عندنا رد مفيش يا كابتن رد فعل مفيش حاجه. هي دي هل دي مدرب ولا لعيبه؟ انا بقى بس انا برضو كمدرب يا ميدو لازم اختار التشكيله الصح اختار طريقه اللعب الصح. انا ما بحبش كلام السوشيال ميديا والكوميكس والقلش والكلام ده كله التحفيل لكن بالفعل في حاجات انا يعني طب انا بطلع مصطفى محمد ولا بنزل زيزو صح في اخطاء انا بطلع مصطفى محمد او جاي مش عارف حاطط صلاح فين او جاي مطلع مش عارف مين منزل مين شغلانه برضو كلها لما تيجي تحسبها ميدو كلها ما تركبش على بعضها معك. هل الراجل لسه الوقت يعني هل هو من شهر 9 واحنا لسه مثلا في شهر يناير ما عرفش يفهم اللعيبه ما قدرش يفهمهم كويس كابتن انا بقول لحضرتك الراجل بيغلط في بديهيات في الكوره حاجات اساسيه يعني مش محتاجه كلام حاجات ما فيش اي مدرب في الدوري المصري هيغلطها لازم ان هو معلش يعني لا اتفضل لازم النهارده المساعدين المصريين اللي معاه يبقى ليه دور يبقى ليهم دور ولازم كابتن ضياء السيد يبقى ليه دور وانا قلت امبارح كلام واعيده مع حضرتك ما انا قلت اتفضل تعوده حضرتك تاني لازم النهارده حازم امام وبركات يتواصلوا مع وائل جمعه ويقولوا له وائل قول للراجل ان لازم يستعين بخبرات الكابتن ضياء السيد ولازم في خلال ال 90 دقيقه يوقفوا معاه لان ضياء السيد مش صغير الراجل بيدرب بقاله 35 سنه وراجل استفيد منه هو عارف عقليه اللعيب المصري وعارف انت النهارده كابتن ضياء انا ما شفتوش ولا مره واقف جنب كيروش من اول ما مسك عايز اعرف من حضرتك ايه تفسيرك لدي حتى لما حد بيقف شاور انا اول واحد اثار القضيه دي والناس زعلت مني طب ايه حتى في ناس من الجهاز الفني زعلوا مني قال لك شوبير بيقول الكلام ده ليه فالواحد انا مبقاش عارف اقول ايه والله يعني الواحد بيتكلم بيدافع عشان الصح عشان حق المدرب عشان نتائجنا عشان بلدنا لكن الناس في الاخر بتزعل مني لكن برضو خليني اسالك غينيا بيساو السودان بالنسبه لنا ماتشين من السهل ان احنا نتجاوز ولا لا سهل بقيت قلقان انا اتمنى ان المباراه الاولى اللي عدت دي تبقى بمثابه صفعه على وجوه الجميع داخل تفوقنا كلنا تفوق الناس واللعيبه لازم تعرف برضو حاجه ان كيروش ممكن يمشي لو مشي انتوا اللي هيتقال عليكم ان انتوا ما كسبتوش حاجه لازم يفهموا الكلام ده لازم يبقى عندهم حلو ده لازم يبقى عندهم الاصرار ان هم يعملوا حاجه وانا عارف ان هم عندهم الاصرار بس لازم يبقى في رد فعل جوه الملعب رد فعل في الماتشات اللي جايه لازم يعرفوا ان الجمهور زعلان زعلان لان احنا عندنا لعيبه كويسه لازم الراجل يشتغل خلاص مفيش بديل ان هو يشتغل الشناوي حجازي الونش عمر كمال عبد الواحد ايمن اشرف وفي نص الملعب يلعب النني نمرة ستة ولازم يبدأ بزيزو والسولية لو جاهز يبدأ بيه تالت على الدايرة ومحمد صلاح وينج رايت ومصطفى محمد وينج ليفت وناحية الشمال مصطفى محمد راس حربة مصطفى محمد اسف راس حربة وناحيه الشمال رمضان صبحي ده في رايي لازم يبدا كده بالاسامي اللي موجوده تريزيجيه ينزل اخر نص ساعه وحمدي فتحي لو انت كسبان ينزل ان هو يقفل لك الحته دي ويبقى هو البلان بتاعك ان انت يقفل لك لكن الراجل
عمل اخطاء كتيره جدا في مباراه واحده اربكت اللعيبه. انا معاك ان هي اربكت اللعيبه لكن لازم يسمع ويبتدي يعدل. هل في لعيبه كان لازم تروح وما راحتش؟ طبعا زي طارق حامد غير ومهاجم تاني مكان مروان حمدي. يعني كان لازم النهارده ان انا اخد لعيب من اللي عندهم خبرات في الدوري المصري ولعبوا منتخب مصر، باسم مرسي، عمرو جمال، لعيبه اللي هي عندها خبرات الدوليه ولعبت في انديه كبيره متعوده على الضغوط وفي نفس الوقت لعيبه تقدر ان انت لو احتجت لها اي وقت في الملعب تبقى موجوده لو انت بتلعب بلعيب براس حرب بوكس سترايكر. لو انت مكان كيروش كنت خدت 28 لعيب ولا اكتفيت بال 26 اللي موجود؟ لا 28 طبعا لازم 28 لعيب. ده كويس ده واخد 28 لعيب كان هنبقى في مشكله كبيره. كويس انه خد 26 قصدك كان كانوا اقل من كده باتنين. ده خد مروان داوود وخد مروان حمدي كان لا بس هو خد 28 بس 28 بس في اصابات حصلت حصل محمد حمدي. هستأذنك اروح لفاصل وارجع اخد الجزء الاخير مع اللي منورنا النهارده كابتن احمد حسام ميدو. اهلا بحضراتكم من جديد. بجد ترحيب بضيف العزيز كابتن احمد حسام ميدو. مشوارنا ممكن يوصل لحد فين؟ يعني نفترض ان احنا بقينا تاني ونفترض ان احنا قابلنا الجزائر زي ما يقال او حتى كوت ديفوار، يعني هل احنا قادرين يعني بعد انت قلت لفظه حلوه دي بمثابه صفعه تفوقنا توقفنا على رجلينا ممكن نكمل بعد كده ولا الامر بقى صعب يا ميدو؟ لا ان شاء الله هنكمل. انا متفائل خير والله. يعني انا كنت متفائل خير قبل البطوله ان احنا نكسب البطوله لكن مع الاصابات اللي حصلت ومع ان الراجل احنا مش قادرين نتوقع منه هيعمل ايه. يعني انت كل مدرب في الدنيا ماسك فرقه بقاله مثلا 7-8 ماتشات انت على الاقل تتوقع هو هيعمل ايه. فمش عارفين هو هيعمل ايه. ان شاء الله باذن الله اقل حاجه نوصل سيمي فاينل. مين عجبك في البطوله لحد دلوقتي؟ عجبني جدا منتخب الكاميرون ان هم بيلعبوا قوه بدنيه جامده جدا جدا واجريسيف جدا ولما دخل فيهم جون في ماتش بوركينا ومش سهل وانت الفريق الهوست او فريق مضيف ان انت تخش فيك جون وان انت تتعادل وتكسب. اكتر فرقه عجبتني فريق كاميرون. كاميرون التحكيم الافريقي والمهازل اللي احنا بنشوفها دي فساد. فساد الراجل الحكم اللي امبارح عمل مشكله في ماتش تونس ومالي. راجل موقوف في قضيه فساد قبل كده طبعا في 2018 حجم فساد في الاتحاد الافريقي غير طبيعي غير طبيعي مع ان كلنا اللي بيشرف دلوقتي على لجنه الحكام هو لسه ده راجل جاي بيطور ما يعرفش تاريخ الحكام دي ايه. لازم حد يفهمه تاريخ الحكام دي ايه. انا قلت الانفانتينو في وشه هنا لما كان لا لا في اجتماع الكوميتي بتاع الكونجرس بتاع الليجندز وكل الليجندز العالم قاعدين كان قاعد اكتر من 40 واحد ولما اتكلمنا على على الكره في افريقيا اتكلمت انا ودروجبا وايمانويل امونيكي احنا الثلاثه اتكلمنا قلت له ان انت طول ما انت سايب الاتحاد الافريقي لرجال الاعمال الفاسدين يديروه الكره الافريقيه عمرها ما تاخد خطوه لقدام. هو حتى ساعتها استغرب اتخض ان انا بقول له كده. رد عليك؟ رد عليا قال لي ان احنا كان ساعتها موجود بوبان كان هو طبعًا. المسؤول عن نجم اي سي ميلان طبعا كان مسؤول عن ونجم كرواتيا كان هو المسؤول عن التطوير دلوقتي مسك مكانه ارسن فينجر ورد وقال ان دي حاجه هنراجعها مع بوبان وهنراجعها مع اللجنه الفنيه ونشوف نقدر نطورها ازاي. لكن هو الراجل عنده مصالح مع رجال الاعمال الموجودين الناس كل اللي يهمها هي هتكسب ايه من الكره على المستوى الشخصي انما تطوير مفيش تطوير مستوى حكام مفيش تطوير مستوى بطوله افريقيا ابطال الدوري مفيش والنهارده هم بيحاولوا يعملوا دلوقتي السوبر ليج اللي اتعمل عليها مشكله كبيره جدا في اوروبا خلي بالكم هينفذوها في افريقيا وهينفذوها وبرضه هيدوا الانديه ملاليم ولازم الاهلي والزمالك ياخدوا بالهم ان هم ما يضحكش عليهم في البطوله بتاعت السوبر ليج دي. عارف يا كابتن البطوله دي هيبيعوها بكام؟ هيبيعوها على الاقل ب 10 اضعاف البطوله اللي هم بيبيعوها دلوقتي. يبقى لازم ياخدوا فلوس كويس. لازم مين صنع تاريخ الكره الافريقيه في صحيح. الاهلي والزمالك والترجي والاسماعيلي والنجم المشاركين لازم لازم ياخدوا فلوس كويسه جدا. خليني اسالك عن الاخفاق العربي باستثناء الفوز الوحيد اللي حققه المغرب على غانا. حتى الجزائر تعادل مع سيراليون، موريتانيا خسرت من جامبيا، السودان تعادلت مع غينيا بيساو، تونس بتخسر من مالي، مصر بتخسر من نيجيريا. يعني اخفاق عربي واضح جدا. برايك ليه؟ يعني مثلا اذا كنا احنا بنهتم هنا بالدوري المحلي لكن هتروح الجزائر هتلاقي العكس، هتروح المغرب هتلاقي العكس. في لوغاريتم كبير يا ميدو. انا بالنسبه لي الجزائر اصعب حاجه ان انت تحافظ على اللقب.
ان انت وهو بيلعب في مصر على فكره كانت الناس بتلعبه سايبه مساحات وكان نعم. الناس يعني نعم. دلوقتي كل شفت احتفال لعيبه سيراليون ان هي تعادلت مع الجزائر مظبوط فعنده مهمه صعبه جدا الجزائر الماتشات مش تبقى سهل المغرب فرقه كويسه معاهم مدرب قوي جدا جدا خليلوزيتش طبعا مدرب جامد جدا وصاحب شخصيه قويه جدا تونس عندهم مشاكل كتيره جدا على مستوى التنظيم وعلى مستوى حتى امكانيات اللعيبه عندهم احترام الكبير يعني عندهم مشاكل كتيره جدا ومنتخب مصر اتكلمنا في المشاكل بتاعته لكن لسه بدري يعني ممكن تكون الاخفاق ده في اول مباراه ونقدر ان احنا الناس دي تقدر انها تتغير نسيبنا الملف بقى ده كله ونسيبنا من الفنيات وانا معلش ارهقتك النهارده لا طبعا زي. لكن نميده وانت بتقعد قدامي هنا ببقى سعيد ومستمتع بيك لكن احيانا بتعمل لنا مشاكل من الهوا ليك داخل في خناقه مثلا مع كوكا بلا ادنى داعي وانا برجع يعني بلحقك في التليفون واكلمك في التليفون يعني ساعتها يعني رجعت رديت بعد كده قلت انا شغلتي والنقد لكنه كان مشكله دخلت فيها بدون داعي وهل بتقعد يعني انا عارف انك طيب قوي من جواك كان بيبقى في صلح ولا مبقاش في صلح بيبقى في صلح بينك وبين نفسك وبينك وبين اللعيب ده ولا انت احيانا بتستمتع بهذه المناكفات لا ساعات بستمتع اه والله ساعات بستمتع عادي انا متعود على الخناقات يعني بتلاقيش خناقات تعمل خناقات لا بستمتع عادي ساعات كده ببقى زهقان اتخانق خلصت خناقتك مع كوكا ولا مفيش حاجه يا كابتن انا راجل زي ما قلت باكد تاني انا طبعا كنت قاسي لكن الناس بصت للكلام اللي قاله ميدو ما قالوش الراجل كتب عليا ايه انت اللي نكشت يا ميدو انت اللي ده الراجل ما قالش حاجه والله انا ما انت اللي نكشت انت اللي جريت شكله يعني خلي بالك هو مستبعد من منتخب وكان طلع من اصابه بالتاكيد عنده حاله نفسيه مش جيده يعني صحيح وانا قلت رايي وهو الراجل دخل خبط فيا فانا خبطت فيه وخلاص يعني خلصت مفيش حاجه لو اتقابلت معاه تقول له ايه اسلم عليه واقول له لو عايز تقول له رساله دلوقتي تقول له ايه بقول له رد في الملعب صدقني اللي بينشغل بالرد بره الملعب ما بيقدرش يرد في الملعب ال- 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 طول عمرنا واحنا بنلعب اتقطعنا واحنا لعيبه واحنا مدربين لما كنا الوقت بننشغل ان احنا نرد بره الملعب كنا بنبقى وحشين في الملعب نصيحتي ليك رد في الملعب وخليك انا هبقى اكتر واحد انا اكتر واحد هطلع غير كلامي وهعتذر لك لو اصبحت المهاجم الاول لمنتخب مصر هعتذر لك يعني هقف لك واعتذر لك قدام الناس كلها ان انت راجل نجحت في ان انت تطلعني ان انا غلط هي دي الكرة بكل بساطة لكن مفيش بينك وبين كوكا اي حاجة خالص. والله عمري ما قابلته في حياتي الا ممكن مرة في سويسرا كان مع محمد صلاح وبتاع وسلمت عليهم وفي ايه الشارع اكبر خناقة عملتها في حياتك انا كابتن اتخانقت مع الناس كلها انا اتخانقت مع كابتن حسن شحاته واتخانقت مع ممدوح عباس واتخانقت مع استاذ مرتضى منصور وطبعا استاذ ممدوح عباس واتخانقت مع طردلي واتخانقت مع كل ناس كتيرة جدا عصام عبد المنعم ما اتخانقتش مع محسن صالح لا ناس كتير ما اتخانقتش معاهم ما اتخانقتش مع خاتم جوهري ما اتخانقتش مع خاتم محسن ما اتخانقتش كنت مسيطر على المنتخب ايامك خالص انت بتحط التشكيل ولا الهوا ده هو ماتش تجيب لعيبه مين انا لعيبه بسال كابتن لا ده ماتش الكاميرون اللي احنا كنا بنلعبه حضرتك كنت في تونس ولا في مصر لا ما كنت في مصر طيب اللي حصل كالاتي في 2004 وبقول لحضرتك فعلا اللي حصل وحياه اولادي هو ده اللي حصل طبعا انا كنت واحد من الليدرز بتوع الفرقه كنت واحد من نجوم البطوله بحكم ان انا كنت بلعب في مارسيليا وعامل الدور الاولاني كنت جاي لسه جايب جون في ريال مدريد فكان كنت من النجوم المركز عليها اعلاميا في البطوله يعني انا فاكر اياميها انا وايتو وديوف وكانوا من نيجيريا كنا يعني ف الماتش الثالث الجزائر بتلعب زيمبابوي تقريبا الناحيه الثانيه واحنا بنلعب الكاميرون فقبل الماتش بيوم كابتن محسن صلاح وكابتن صلاح حسني والاثنين موجودين يعني اسالوهم كان ساعتها اتنين لعيبه كبار جدا في المنتخب تمام الاتنين يعني كانوا زعلانين ان هم ما بداوش ماتش الجزائر كانوا زعلانين جدا والمصيبه الكبيره اللي واجهتنا في البطوله دي على فكره احنا كان عندنا مجموعه لعيبه تقدر تفوز بالبطوله طبعا لكن كان في انقسام كبير جدا جوه الفرقه كبير جدا اللعيبه الكبار اللي ما لعبوش بشكل اساسي في اول مباراه وتاني مباراه يوم المباراه الثالثه ماتش الكاميرون كان في خمس ست لعيبه الصبح بعد الفطار بيعوموا في حمام السباحه بيعوموا في حمام السباحه بيعوموا بيهزروا بيلعبوا كوره يوم الماتش بتاع الكاميرون الفرقه حصل فيها انقسام كبير جدا قبل الماتش بيوم الكلام اللي انا بقوله ده يعني كلام ما فيهوش ولا كلمه ما حدش قاله قبل كده انا بقول لحضرتك يوم الماتش قبل الماتش بيوم كابتن صلاح حسني وكابتن كابتن صلاح حسني يعني ربنا يديله الصحه وكابتن محسن صلاح ربنا يديهم الصحه بعتوا لي وقالوا لي يا ميدو روح قول له فلان هتبدا بكره هنلعب من الناس الكبار دول الناس الكبار هنلعب 4 3 3
وهنلعب 4-3-3 وانت هتلعب راس حربه وهو هيلعب على يمينك وفلان على شمالك. انت مش عايز تقول اسماء؟ لا مش عايز اقول اسماء. ف رحت له قال يا ميدو انا مصاب عندي عضله خلفيه مش هلعب. اللعيب مش هلعب. انسى لو هو كان سليم مش هلعب. رجعت رحت للكابتن محمد صالح قلت له فلان مش هيلعب. انسى كابتن. قال لي طيب روح ارجع قول لفلان واحد تاني لعيب كبير هتلعب في ده انت هتلعب على اليمين وميدو راس حربه وفلان على الشمال. رحت له الاوضه قلت له نلعب وهنكسب صدقني كنت بتحايل عليه هنكسب ونكسب الماتش ده هناخد البطوله. قال لي يا ميدو لو جابوا لي مين مش هلعب. انسى حياه اولادي والنعمه دي ان ده اللي حصل. رجعت لكابتن محسن قلت له فلان بيقول لك مش هيلعب انسى. قال لي طب خلاص يا ميدو احنا هنلعب 4-3-3 بلال هيلعب راس حربه وانت هتلعب ناحيه الشمال. قلت له لا يا كابتن هي دي الحاجه الوحيده دخلت فيها بس يا كابتن دخلت في حاجتين بصراحه يا كابتن انا مش هعرف العب وينج ليفت لو انت ناوي تلعبني وينج ليفت قعدني احتياطي انا ما عنديش مشكله وابدا بطارق السعيد لعبه كوينج ليفت وانا هقعد احتياطي ولعب بلال لكن انا ما بعرفش العب وينج ليفت صدقني هبقى وحش ما ينفعش بس فالراجل قال لي خلاص سيبني افكر وفي المحاضره الحاجه الثانيه دخلت فيها ان انا قلت له في ماتش الكاميرون ده ارجوك ابدا بحسام غالي لانه لعيب كويس خد مخاطره وابدا بيه وفعلا حسام غالي لعب وكان مان اوف ذا ماتش كان احسن لعيب كان احسن لعيب تعادلنا 0-0 تعادلنا 0-0 كسبنا زيمبابوي خسرنا من الجزائر وتعادلنا مع الكابتن انت عارف الماتش ده حصل فيه ايه وبقول لك الكلام ده للتاريخ اول مره يتقال الماتش ده كان الجزائر بتلعب الناحيه الثانيه مع زيمبابوي احنا بنلعب الكاميرون فحصل اتفاق ما بيننا وما بين منتخب الكاميرون في وسط الماتش ان احنا النتيجه هناك 0-0 فلو طلعنا احنا 0-0 احنا والكاميرون نصعد زيمبابوي كسبت باين ساعتها الجزائر كسبت زيمبابوي 4-1 من الشوط الاولاني فالمهم دخلنا بين الشوطين كان زمان بقى ما فيش سوشيال ميديا ولا بتاع مش عارف انت فدخلت سالت كابتن محسن كابتن محسن وكابتن صلاح حسني الناحيه الثانيه كام كان هناك 4 قال لي 0-0 فنزلت الشوط الثاني اول ما نزلت اول حاجه عملتها سونج جبت سونج وايتو صامول ماتش نل احنا الاثنين ماتش نون نسعد احنا الاثنين اتها عشان كده تلاقي الشوط الثاني مفيش ولا شوطه على الجون ولا شوطه لا هنا ولا هنا كل شويه اشاور للجهاز بره يشاور لك صفر كباتن ويقولوا لي 0-0 فالماتش لما خلص لقيت ناس زعلانه جدا وبتاع فبقول لهم حتى انا فاكر كويس جدا في كوره بلال نزل الشوط الثاني في كوره بلال شاطها على الجون راحت لعيبه الكاميرون كلها زيمبابوي اللي كسبت ولا الجزائر اللي كسبت زيمبابوي كسبت الجزائر 1-0 مش عارف كان فيه. كان او 2-1 زيمبابوي كسبت الجزائر معرفش ممكن زيمبابوي اللي صعدت حاجه كده كسبت الجزائر بس كان الماتش خلصان من الاول من بدري محدش بيقول لنا هناك ان مفيش حد بيقول لنا ان كام حتى بلال نزل شاط شوطه على الجون فوق العارضه كده فلعيبه الكاميرون كلها جريت عليا واتخانقت معايا انت صعد فيها الكاميرون والجزائر اللي صعدوا كان الكاميرون والجزائر هنا الجزائر كانت كسبتنا واعتقد كانت اتعادلت مع حاجه كده يعني حاجه كده يعني والماتش خلص وبعد الماتش لقيت الناس زعلانه جدا يا جماعه قال لك الماتش طب يا جماعه ما حدش قال لنا ليه فضلت اسال ما حدش قال لنا ليه ان القصه ما حدش كان بيرد علينا لكن هو ده اللي حصل هيقول لك ميدو بقى واتفق على تفويت المباراه واتفق مع سونج واتفق مع ايتو في الملعب لكن يعني كانت الدنيا كانت هاديه هاخدك بسرعه في بعض الاسئله السريعه السبب الحقيقي في اعتزال ميدو المبكر كان بسرعه ان انا فقدت الطموح افضل تجربه في مشوار ميدو الاحترافي كانت اياكس الفرق بين ميدو ومحمد صلاح هو العقليه اكتر لاعب عصرته كان محظوظ جدا هو محظوظ لعيب كان محظوظ من اللي انت لعبت معاه لا عمري ما لعبت يعني انا بقول ان الحظ بيجي للمكافحين يعني كلهم عندي يستاهلوا يعني طبعا اكتر لاعب اتظلم من ابناء جيلك كان من ابناء جيلي اتظلم ولا ظلم نفسه ظلم نفسه اي حاجه جمال حمزة ميدو حقق كم في المية من طموحه كمدرب ولا حاجة لو جالك عرض من الاهلي وانت لعيب كنت هتوافق لا هو جالك ورفضت انا كنت شايف في ناس مسؤولين في الاهلي دلوقتي بيقولوا ان ميدو عرض نفسه علينا سمعت الكلام ده وده عمره ما حصل يعني انا جالك ورفضت اسباب اخفاقك مع الزمالك بعد العودة رغم تألقك في اوروبا هو توقيت صعب وفي مره المره الثانيه لما رجعت من اياكس ما تقيدتش
عملوا مشكله في التي ام اس وما ايدونيش، قعدت 6 شهور ما بلعبش. النادي الاقرب للفوز بدوري ابطال افريقيا السنه دي هو الزمالك. اكتر مدرب ليه بصمه في مشوار ميدو كابتن محمود الجوهر الله يرحمه. لو انت رئيس اتحاد الكوره كنت هتعمل ايه مع كيروش دلوقتي؟ انا مش عارف ايه اللي هيحصل. يعني ما تعرفش ايه اللي هيحصل. استنى لحد ما تخلص طول افريقيا. طبعا لازم استنى. اكتر مدرب كرهته في حياتك؟ اكتر مدرب كرهته طردلي. مش كومان؟ لا لا مش كومان. لا مش كومان، يعني كان في بيننا وبين بعض. طردلي راجل جه ماسك منتخب مصر بطوله 2004، قالوا له طبعا ميدو بقى هو اللي بيحط تشكيل، فكان عايز يذبح الكبير. فيعني كان بيتعامل معاه بقسوه كبيره جدا من اول يوم شافني فيه لغايه لما مشيت. الفرق بين ميدو وكل المحترفين في تاريخ مصر هو انا شايف ان كل واحد، يعني الناس اللي اشتغلت ونجحت اشتغلت على نفسها كويس جدا، وفي نماذج مشرفه، ولازم ان احنا نشتغل ان احنا نزود عدد اللعيبه المحترفين بتوعنا. المركز المتوقع لمصر في امم افريقيا هو يعني ان شاء الله باذن الله نوصل سيمي فاينل. رسالتي للكابتن حسن شحاته بقول له كل المشاكل اللي حصلت ما بيننا انا مش فاكر منها حاجه، انتهت بالنسبه لي، وانت راجل اب وراجل رمز لينا كلنا كمدربين وكلعيبه وكنادي الزمالك، وبقول له انا اسف ان انا وانا حتى وانا صغير لو كنت زعلتك ما زعلش مني. هتتدخل في انتخابات الزمالك؟ هرشد الجمعيه العموميه للصواب. هترشدها للصواب؟ بدات ولا لسه هترشدها؟ لا بس مش هرشدها من خلال برنامجي. لان انا برنامجي انا واقف على مسافه واحده من الجميع. ومش يعني مش 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 دا مش متدخل في القصه دي. لكن هيبقى ليكون ليا دور. نورتنا وشرفتنا يا ميدو، بشكرك شكرا جزيلا. بستمتع دايما بالتواجد معاك. انا اللي بستمتع. واشكرك على استضافتك لي. بشكرك شكرا جزيلا. كان نجمنا اللي منورنا النهارده كابتن احمد حسام ميدو في حلقه من الحلقات بجد ممتعه بالنسبه لي. كده خلص الكلام، مسك الختام، سلام.